هنبدا حاجه ده في نيوكليك اسيدز ما لهاش علاقه بالريبليكيشن خالص. هو فكره ان انا اي شريطين من الدي ان اي اي شريطين من الدي ان اي يعني انتي برادل. يعني يا دكتور احنا كنا خدنا ان الدي ان ايه له نهايه 5 وله نهايه 3. فلو دي النهايه 5 يبقى وسطها النهايه في الدي ان ايه كام؟ ولو دي النهايه 3 يبقى اخرها هنا كام؟ ولو هنا دي 5 يبقى دي كام؟ يبقى يا دكتور في اذا كان احد شريطين الدي ان ايه ماشي من 5 ل 3 فالشريط الثاني هيبقى ماشي من 3 ل 5 عكس بعض. ودي معلومه اساسيه المفروض تكون عارفاها من النيوكليك اسيدز. يعني ده لسه ما بداتش الريبليكيشن، بس انا بقول المعلومه الاساسيه دي من باب الايه؟ العلم بالشيء علشان نحتاج المعلومه دي قدام. يبقى شرطين الدي ان ايه بارلل متوازيين ولا انتي بارلل متوازيين بس متعاكسين؟ انتي بارلل متوازيين بس متعاكسين. كويس؟ الدكاتره عايزين تطلعوا قدام اطلعوا قدام، زي ما انتوا قاعدين ورا كده. اه في مكان، هاتوا كراسيكم كده اطلعوا قدام. كويس؟ قدام شويه هنا وقدام خالص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا الكلام على الريبليكيشن. الناس تفوق والناس تركز. هبدا الكلام عن الريبليكيشن. الريبليكيشن بدا بيقول لك الريبليكيشن هو الحياه. الريبليكيشن هو يعني ايه هو الحياه؟ قال لك يا دكتور بدايه الخليقه خالص كان تكون زايجوت مكون من 48 كروموسوم. ازاي وصلنا ل 8 مليار بني ادم دلوقتي؟ عن طريق معلومه واحده ريبليكيشن. ازاي يا دكتور؟ الزايجوت انقسم المعلومات الوراثيه الى خليتين والخليتين الى اربعه والاربعه الى ثمانيه وافضل كتر 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 لحد ما توصل لاخر حاجه خالص ملايين البشر مليارات البشر بمليارات تريليونات الخلايا كلها مبنيه على فكره اسمها ايه؟ فالكتاب قال لك ان هو سنترال دوجما اوف موليكولار جينيتكس. يعني ايه سنترال دوجما؟ العمود الاساسي لكل الموليكولار جينيتكس. يبقى الريبليكيشن سنترال دوجما. يعني ايه سنترال دوجما؟ العمود الاساسي هو يعني لما نتكلم مبدئيا كده يعني ايه حياه؟ ريبليكيشن. ثم تبدا تتكلم. كويس؟ يبقى دكتور سنترال دوجما. قال لك احنا بنحتاج ريبليكيشن ليه يا دكتور؟ عرفني اسمك؟ عبد الله. بنحتاج ريبليكيشن ليه؟ عبد الله قال لي يا دكتور علشان كل خليه ام عايزه تنقسم الى خليتين. قال لك كل خليه من الدوتر سيل، خليتين بنويتين يعني دوتر سيل، تحتوي على نفس المعلومات الوراثيه للخليه الام. يعني الخليه الام عندها اكس، يبقى الخليه البنويتين او الدوتر سيلز عندهم نفس الاكس. يبقى دكتور ايتش سيل جيف ايدنتيكال كوبيز. يعني ايه ايدنتيكال كوبيز؟ نسخ متطابقه. نسخ السؤال الذي يطرح نفسه. وانا عندي شريط واحد بالدنيا ولا شريطين؟ شريطين. نشوف كمان ادي شريطين. الشريطين المنطقي ان الخليه تاخد الاصل وخليه تاخد الصوره. هننسخهم وخليه تاخد الاصل وخليه تاخد الصوره. كان صح؟ غلط. ليه يا دكتور؟ قال لك كل خليه واحده هتاخد اصل وهتاخد صوره والخليه الثانيه تاخد واحده اصل والثانيه صوره. عايز تقول ايه يا دكتور؟ ان يا دكتور دايما كل خليه عندها اوريجينال ستراند ونيوسنسدايد ستراند. يعني ايه اوريجينال؟ اصلي. نيوسنسدايد يعني مصنع جديد. قال لك العمليه دي سميها سيمي كونزرفاتيف. سميها ايه؟ بيجي عليها ام سي كيو كتير او اكسبلين لو عندنا ريتم ان شاء الله في الفاينل. يا دكتور اكسبلين ريبليكيشن السيمي كونزرفاتيف. يعني ايه كونزرفاتيف؟ قال لك يعني محافظ. يعني ايه عيله كونزرفاتيف؟ يعني عيله محافظه عندها عادات وتقاليد ومحافظ على الحاجات القديمه اسمها كونزرفاتيف. يعني ايه عيله مش كونزرفاتيف؟ عيله كلها لارج وذكريات جديده وافكار نيو كلها. قال لك بقى الريبليكيشن لا هو كونزرفاتيف ولا هو نون كونزرفاتيف، هو سيمي كونزرفاتيف. ليه؟ لان كل خليه اتش سيل هاف وان اوريجينال ستراند، عندها شريط اصلي وون نيو ستراند، فاوريجينال يبقى كونزرفاتيف، وان نيو يبقى سيمي كونزرفاتيف. اتفقنا؟ يبقى اول معلومه يا دكتور، هل الريبليكيشن كونزرفاتيف ولا نون كونزرفاتيف؟ سيمي كونزرفاتيف. هو كونزرفاتيف ولا نون كونزرفاتيف؟ سيمي كونزرفاتيف. وبتيجي اكسبلين وبتيجي امسكي.
طب يلا الدكتور خش لي بقى على الريبليكيشن. انا كده اهتميت بيه جدا، حسيت ان هو مهم، حسيت الموضوع كبير. الريبليكيشن ماشي ازاي؟ في طريقتين لشرح الريبليكيشن. الطريقه الاولانيه ان احنا نخش سلام عليكم الستبس كذا كذا، وعايز كاني بجاي اقول لك ازاي تعمل باب خشب في البيت. هتقول لي والله يا دكتور هنجيب خشب، هنجيب منشار نقطع الخشب مش عارف ايه، تبدا تقول لي خطوات. والطريقه دي جميله وتحفه، بس فيها عيب واحد، هتنساها وانت قاعد قدامي، وهتنساها وانت نازل على السلم، وهتنساها وانت بتذاكرها، وهتنساها لو انت معاك الكتاب في الامتحان بتغش منه، هتنساها وانت بتغش. يبقى دكتور الطريقه دي جميله في الفهم لكن مشكله في الحفظ، زفر صفر مش هتعرف تحل بيها. وفي طريقه ثانيه اصعب سيكه بس خرافه، مش هتنساها لحد ما تتخرج وهتصدق الكلام اللي بقولك. ايه يا دكتور؟ انا مش هاجي اقول لك ازاي باب خشب يتعمل واقول لك هات خشب وهات منشار ومش عارف ايه. انا هاجي اقول لك وظيفه المنشار يقطع الخشب، وظيفه الغرق يلزق الخشب، وظيفه الشاكوش يدق مسامير. وبعد كده هقول لك لو انا عايز اجيب حاجه تقطع الخشب تقولوا لي انتوا ايه؟ منشار. لو عايز اجيب كذا تقولوا لي انتوا كذا. فهبدا اخد الدي ان ايه تولز. يعني ايه الدي ان ايه تولز؟ يعني الانزيمات ووظيفتها بغض النظر عن خطوات. هاخد انزيمات ووظيفتها بغض النظر عن، انا مش بشرح خطوات، يعني انت مش منطقي جدا ما تبقاش عارف الخطوه دي ايه مكانها او ايه حاجتها. انا بس بقول لك الانزيم كذا وظيفته كذا، الانزيم كذا وظيفته كذا، انت مش هتبقى مستوعب حاجه خالص. فاول مره، تاني مره هنشرح ستبس هتلاقي الدنيا نورت، تالت مره هتلاقي الدنيا نورت خالص وانت مبسوط بيها. فانا محتاج صبر معايا لحد تالت مره شرح. نبدا بالدي ميثودز. قال لك يا دكتور هنبدا بانيشيشن. حد سلف كتاب؟ حد سلف كتاب صح؟ اي كتاب اي اهو كتاب. هنقول دكتوره، دكتوره مي، يلا دكتوره مي انسخي صوري الكتاب ده. لا ما تفتحيهوش، صوريهولي من غير ما تفتحيه. دكتور ما ينفعش. هو انا عشان انسخ الدي ان ايه لازم افصل الشرايطين عن بعض؟ هو انا ينفع اصور الكتاب من غير ما افتحه؟ قال لك لا يا دكتور، يبقى انا مضطر ان انا افتح الكتاب عشان ابدا اصوره صفحه صفحه. يبقى يا دكتور اول خطوه في الانيشيشن هيبقى انزيم اسمه دانا ايه. ما هو دانا ايه؟ قال لك يا دكتور بيعمل لوكال انوايندنج اوف ذا دي ان اي. انوايندنج يعني فتح الشرايطين. لوكال يعني لوكال؟ قال لك يا دكتور اللي انا هشرحه دلوقتي هو الريبليكيشن في البروكاريوتس، يعني في اوليات النواه اللي الدي ان اي بتاعها سيركلر دائري. وعشان هو سيركلر السؤال هبدا نسخ من انهي نقطه؟ فين بدايه منهاج هذه الدائره؟ قال لك يا دكتور الدائرة ليس لها بداية وليس لها؟ ابدأ في أي نقطة؟ غلط. أنا ببدأ في نقطة محددة اللي بيحددها هو الدنا إيه؟ فبيعمل لي لوكال أنوايندنج. يعني إيه لوكال أنوايندنج؟ يعني بص 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 عارف عايز تفتح كتاب؟ تبدأ تعمل كده. بتفره كده. ده اسمه لوكال أنوايندنج. أنا دكتور ما بشرحش خطوات، أوعى تسرح معايا، أنا ما بشرحش خطوات، أنا عايز أقول لك، لو أنا عايز أعمل لوكال أنوايندنج في السيركل، هتقول لي هات مين؟ دنا إيه؟ طب يا دكتور كل انزيم هناخد عليه نقطة وظيفته شرطة بيطلب ايه؟ نقطة وظيفته شرطة بيطلب ايه؟ الدنا ايه؟ بيعمل وظيفته لوكال انوايندنج بيطلب ايه؟ منطقة اسمها اوري سي. مين اوري سي؟ انا ما بشرحش خطوات. يبقى لما اقول لك يجي الدنا ايه اشتغل تقول لي يا دكتور فين اوري سي؟ هو بيطلب اوري سي. مين اوري سي؟ معرفش. يلا نكمل؟ انا ما بشرحش خطوات عايزك تركز، انا بشرح تولز. هناخد حاجة اسمها دنا بي. ما هو دنا بي؟ قال لك له اسم تاني اسمه هيليكيز. اسم غريب جدا لا يعبر عن الوظيفه. ليه؟ قال لك الدكتور بيعمل كومبليت انوايندنج. يعني ايه كومبليت؟ يعني ايه كومبليت انوايندنج؟ كامل. يعني اللي فات كان بيعمل لوكال كده والدنا بي بيعمل ايه؟ يكمل. لو هنعمل لوكال كده والتاني بي يعمل ايه؟ يكمل. يعني لو عندي سكر دي ان ايه هعمل لوكال انوايندنج فيبقى عامل المنظر ده، فتحناه فتحه صغيره. بعد كده بقى وروح مكملين. شايف ده عمل ايه؟ كومبليت انوايندنج. عارف عامل زي ايه؟ زي ما انت تيجي تلاقي فتله في القميص تروح شدتها تروح القميص تلاقي كله اتكر معاك. ايه ده القميص راح فين؟ قال لك يا دكتور ده انا ايه عمل لوكال لكن الدنا بي عمل كومبليت انوايندنج. عمل ايه؟ كومبليت انوايندنج. اسمه ايه الدنا بي يا دكتور؟ هيليكيز. هو اللي يفك الهيليكس يبقى اسمه هيليكيز؟ هو المنشار بينشر؟ دكتور ده من اسمه هيليكيز يعني بيعمل ايه؟ بيفك الهيليكس. هيليكيز يعني بيفك ايه؟ الهيليكس. انت بتقول لي الاسم مش على المسمى، ده اسم على المسمى جدا. هيليكيز يعني بيفك الهيليكس. بيطلب ايه؟ اي تي بي. يبقى محتاج مين؟ اي تي بي طاقه.
ثالث حاجه هناخدها في الانيشيشن. احنا لسه لحد دلوقتي بنعمل انيشيشن. يعني ايه انيشيشن؟ يعني ما عملتش لسه الابلكيشن، ما مسحتش حاجه. قال لك الدكتور ثالث واحده هناخد حاجه اسمها اس اس بي بي، سنجل ستراند بايندينج بروتين. لا يا دكتور خليها اس اس بي بي اسهل. ايه الاسم ده؟ ايه الوهم ده؟ قال لك سنجل ستراند بايندينج بروتين. يعني ايه يا دكتور؟ قال لك اكتشفنا لما جينا خلاص احنا فتحنا الدي ان ايه اهو، يلا بقى هصور الكتاب الحرفي لوكال انويند كومبريت. خلاص لوكال انويند كومبريت ايه اللي بيحصل؟ قال لك الدي ان ايه بيحب بعضه قوي، كل ما اجي اعمل له لوكال انويندنج وكومبليت انويندنج حاجه امسخي يروح الدي ان ايه ماسك تاني ويعمل ري وايندنج. طب يا دكتور انا مش هينفع بلعب لعب الاطفال ده، انا عايز اعمل ابلكيشن، في خليطه عايز اعملها، في 8 مليار بني ادم عايز اعملهم. قال لك يا دكتور يبقى هنعمل ايه؟ قال لك يا دكتور هنعمل حاجه اسمها سنجل ستراند، يعني سنجل خيط، ستراند خيط مفرط يبقى سنجل ستراند. بايندنج بروتين يبقى البروتين اللي بيمسك فين؟ بايندنج يعني يمسك، بروتين يعني بروتين. يا دكتور ركز اسمك ايه؟ سيف. يلا يا سيف ركز. قال لك يا دكتور اسمه سنجل ستراند بايندنج بروتين، يبقى البروتين اللي بيمسك فين؟ في السنجل ستراند. البروتين بيمسك فين؟ لو احنا افترضنا يا اولاد ان احنا عملنا كومبليت انوايند، ده سنجل ستراند وده سنجل ستراند، هيجي الاس اس بي بي اللي هو سنجل ستراند بايندنج بروتين ويمسك في الدي ان ايه ويقول له ابوس ايديك خليك سنجل. يعني ايه؟ يعني انا مش عايزك ترجع تاني تبقى دبل ستراند، انا عايزك تخليك ايه؟ فالسنجل ستراند بايندنج بروتين بيقول عليه وظيفه. ايه يا دكتور وظيفته؟ قال لك يا دكتور بيستابلايز السنجل ستراند فوق. بيستابلايز السنجل ستراند يعني ايه بيستابلايز السنجل ستراند فوق يا دكتوره اللي ورا؟ يعني بيحافظ على الشكل السنجل ولا الدبل؟ السنجل. يبقى وظيفته ايه؟ انت بتشرح خطوات؟ ابدا والله انا بشرح تولز بس. لما اقول لك انا عايز استابلايز السنجل ستراند هتقول لي مين؟ هات الاس اس بي بي. كويس؟ يبقى دكتور السنجل ستراند بايندنج بروتين بيعمل ايه يا دكتوره؟ بيستابلايز السنجل ستراند فور عن طريق انه يمنع ري وايندنج، يمنع الري وايندنج او الكلوجر. حد عنده اعتراض لحد دلوقتي؟ انا حران قوي، انا عندي اعتراض، انا حران. عايزين نشغل حاجه. وقفي الفيديو معلش. لما نكمل يبقى دكتور وظيفه الاس اس بي بي انه بيحافظ على السنجل ستراند سنجل ستراند. خليك سنجل. لو سمحت ما ترجعش تبقى دبل تاني. ما احنا مش هنقعد نلعب، احنا عايزين نبدا ابلكيشن. وقال لك في مشكله تانية. ايه؟ الخليه عندها حاجه اسمها رايبو نيوكليزس. بص كده بص كده ركز مع الكاميرا. بص كده رايبو نيوكليزس يعني ايه؟ يعني بتكسر النيوكليك اسيد. بتكسر الدي ان ايه؟ اه. بتكسر اي حاجه سنجل. اي دي ان ايه ماشي في الخليه سنجل خد تعالى. انت ماشي سنجل ليه؟ تروح مكسره. دكتور طب وليه ربنا خلق لنا رايبو نيوكليزس بهذه الغشامه؟ قال لك عشان تحمينا من الفيروسات. واحنا بنشرح بروكاريوت فتحمي البكتيريا برضه من الفيروسات لان احنا عارفين البكتيريا بتصاب بالفيروسات. كويس؟ قال لك دكتور الفيروسات ممكن يكون عندها سنجل ستراند دي ان ايه؟ ماشي دي ان ايه سنجل تروح الخليه عامله له ايه؟ تكسره، الخليه تعمل له ايه؟ تكسره. يبقى دكتور الاس اس بي بي السنجل ستراند بايندنج بروتين مش بس بيستابلايز السنجل ستراند فور، اسمع بقى، وبيبروتكت اجينست الرايبونيوكليزس. يعني ايه؟ يعني يا دكتور تخيل ان انت بتفصل الدي ان ايه سنجل وسنجل. جيت تعمل ابلكيشن لقيت الراجل اللي قال لك ايه ده سنجل روح مكسرهولك. يا عم الحاج ده انا بس فاصلهم والله عشان انسخ، انا لو حلفت لك ان انا فاصلهم عشان اعمل ابلكيشن مش هتصدقني. فراح قايل لك حطيت لك علامه خلي بالك ما تكسرش السنجل بتاعي. يبقى اي سنجل دي ان ايه بيتكسر ما عدا السنجل بتاعي ازاي؟ عن طريق مين؟ الاس اس بي بي. لما اقول لكم المشكلتين دول هتقول لي ان انا هستدعي مين؟ الاس اس بي بي. انا بشرح تولز انا مش بشرح خطوات. لما نيجي نشرح خطوات تقول لي يا دكتور هنجيب الاس اس بي بي عشان يعمل كسر. كويس؟ يلا بقى. قال لك يا دكتور هنبدا خلاص عملنا انشيشن فتحنا الدي ان ايه وعملنا حاجه اسمها ريبليكيشن فورك. المنظر اللي قدامنا ده عامل زي الشوكه بتاع زمان. كويس؟ كان في شوكه كده بتاع زمان بناكل بسنتين موجوده لحد النهارده على فكره بنجيب بيها السجق كده كبيره كده في البيوت بتجرح التيبان محدش بيستخدمها. كويس؟ حاجه كده كبيره محدش بيستخدمها بيجيبوها في الجهاز العروسه محدش بيستخدمها. المهم الشوكه دي اسمها فورك. نسمي دي ريبليكيشن فورك علشان هي شبه الفورك وخاصه بالريبليكيشن. سبحان الله اسم غريب جدا ريبليكيشن فورك عشان هي شبه الفورك وبتشتغل في الريبليكيشن. ده اسمها ريبليكيشن فورك. يلا نكمل. حاجه اسمها الونجيشن. حاجه اسمها الونجيشن. قال لك يا دكتور هناخد يا دكتور في الالونجيشن حاجه اسمها بوليمريز 3. وبوليمريز 3 ده معلم. يعني ايه؟ يعني هو اللي هيقوم بعمليه الرسخ. اسمه بوليمريز. يا ترى هيعمل بوليمر؟ اه. مين النيوكليتيدات؟ ايوه هو النيوكليتيدات لو مسكناها في بعض يعملوا ايه؟
دي ان اي او دي اوكسي نيوكليوتايد تحديدا، مش اي نيوكليوتايد، دي اوكسي نيوكليوتايد لو مسكناها بعض تعمل ايه؟ دي ان اي. طب انا يا دكتور لو فضلت امسك دي في دي في دي في دي، اللي بيعمل البوليمر ده نسميه بوليمريز. صباح الفل. منشار بينشر، هيليكيز بيفك هيليكس، بوليمريز بيعمل بوليمر. اسماء صعبه جدا في الدي ان اي. كويس. يبقى بوليمريز ثلاثه وظيفته ايه؟ هو اللي هيقوم بعمليه الناس، هو اللي هيقوم بعمليه. وبنقول عليه المعلم. يعني المعلم يعني هو اللي هيقوم بكل اللي احنا نفسنا فيه. كل عمليه البوليمرايزيشن او الريبليكيشن هيقوم بيها مين؟ بوليمريز ثلاثه. مين اللي هيقوم بعمليه الريبليكيشن؟ طب يا دكتور بالراحه كده بصراحه فطاف، قول لي طلباته ايه؟ شروطه؟ مش احنا اتفقنا كل حاجه ليها وظيفه وليها شرط؟ دي بالنقطه وظيفه، يبقى بالخط ده السهم ده بقى ايه؟ شروط او حاجات متطلبات هو بيشتغل بيها. متطلباته اول حاجه ار ان اي برايمر. يعني ايه؟ يعني يا باشا احنا كان عندنا معلومه مشهوره ان الصنايعي ما يشتغلش على الصنايعي اللي قبليه. يعني يجي يلاقي الشقه كده في صنايعي يقول لك مين اشتغل هنا؟ لا ما اشتغلش على حد قبليه. اديني بوليمريز عكسه، يقول لك انا ما اشتغلش الا لما يكون في حد اشتغل قبليه. ما اشتغلش الا لما يكون قبليه حاجه اسمها ار ان اي برايمر. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تنسخ الدي ان اي، عندك دي ان اي اهو، عايز تنسخه عشان الدي ان اي اللي هو بالاسود اهو. قال لك لا انا ما اشتغلش الكلام ده، انا لازم تحط لي في الاول كده ار ان اي برايمر وانا ابني عليه وابدا اشتغل معاه. كويس. يبقى هل هو بيشتغل من الاول؟ لا. يبقى طلباته ايه؟ ار ان اي برايمر. خلص طلباته؟ لا. قال لك ومحتاج حاجه اسمها دي ان اي تمبلت. يعني ايه دي ان اي تمبلت؟ قال لك يا باشا انا بنسخ ما بألفش، انا مش جاي الف كتاب، انا جاي الف دي ان اي، انا بنسخ. يعني انا عايز طالب من الدي ان اي اشوف ايه احط تي، اشوف جي احط سي، اشوف حاجه احط المقابل ليها. يبقى انا دكتور بألف ولا بنسخ؟ بنسخ. يبقى انا محتاج دي ان اي تمبلت. اقدر اصنع دي ان اي من غير تمبلت؟ لا. اقدر اصنع دي ان اي من غير تمبلت؟ لا. يبقى طلباته منطقيه. انا عايز برايمر، انا عايز حد يشتغل قبليا، حد يكون اشتغل قبليا، وتاني حاجه عايز ايه؟ دي ان اي تمبلت. عايز ايه؟ اقسم بالله ما برشح ستيبس، انا برشح تولز. طب يا دكتور انت ار ان اي بوليمريز قاعد يطلب طلبات رخمه، على الرغم ان هو هيقوم بعمليه النسخ من الالف للياء، هيديني ايه بصراحه؟ قال لك يا دكتور هصنع لك الشريط في اتجاه من 5 ل 3. هصنع لك الشريط في اتجاه من 5 ل 3. طب سؤال، الشريط ده الجديد ولا القديم؟ ما انا هصنع يبقى ايه؟ ماشي. هصنع شريط من 5 ل 3. انا ما قلتكش قديم ولا جديد، انت تتوقع ايه؟ يا دكتور هصنع الجديد، اكيد مش هصنع القديم، يبقى هصنع الجديد في اتجاه من كام؟ هصنع الجديد في اتجاه من كام؟ وقال لك الحاجه الثانيه اللي هديها لك، انا عندي بروف ريدنج اكتيفيتي. يعني ايه؟ بروف يعني بروف صفر، ريدنج يعني قراءه. قال لك يا دكتور انا دقيق جدا، انا ما بغلطش، انا عندي بروف ريدنج اكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني يا دكتور انا ما بغلطش ولو غلطت بصلح غلطتي في ساعتها. يعني كده؟ انا ما بغلطش ولو غلطت بصلح غلطتي. فهو قال لك انا ليا طلبات كتير، اي نعم، بس انا بديك بروف ريدنج اكتيفيتي، خد مني شغل نظيف. اي حد صناعي بوظ الدنيا ولا حاجه اصلحها. كويس؟ يبقى بوليمريز ثلاثه عنده شرطين وعنده وظيفتين، شرطين عايز ار ان اي برايمر ودي ان اي تمبلت. طب وبيشتغل ازاي من 5 ل 3 وعنده ايه؟ بروف ريدنج اكتيفيتي. انا ما بشرحش خطوات كل مره. دكتور بوليمريز ثلاثه فتح علينا فتحه وبوظ لنا الدنيا خالص. ليه؟ لان انا ما دام هو عايز ار ان اي برايمر يبقى اجيب انزيم اسمه برايميز. يا ترى بيعمل ايه؟ بيعمل برايمر. سبحان الله، هيليكيز بيفك هيليكس، برايميز يبقى بيعمل ايه؟ برايمر. برايميز يبقى بيعمل ايه؟ قال لك يا دكتور في انزيم اسمه برايميز بيعمل حاجه اسمها ار ان اي برايمر، بيعمل حاجه اسمها ار ان اي. طب يلا يا دكتور ار ان اي برايمر علشان معلم باشا بيحتاج ايه؟ ار ان اي برايمر. بس يا دكتور انا ملاحظ حاجه. ايه؟ اسمه دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز، ده اسم تاني. بالراحه كده؟ دي ان اي ديبندنت يعني اعتمد على الدي ان اي. ار ان اي بوليميريز في سمارت الار ان اي، هو بيعتمد على الدي ان اي عشان يصنع. هو حد اتفاجئ؟ خالص والله. هو البرايميز بيعمل برايمر من الايه؟ من الار ان اي. بيعمل برايمر من تكوينه ايه؟ معتمد على مين؟ ترجمتها دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز. ترجمت يعتمد على الدي ان اي في سمارت ار ان اي اسمها ايه؟ دي ان اي ديبندنت يعتمد على دي ان اي ار ان اي بوليميريز. اتفقنا؟ خلصنا البرايميز، دي وظيفته. عندنا مصيبه. ايه؟ مش احنا عملنا برايمر؟ اه. بص بص بقى يا باشا، بص يا باشا، بص المصيبه اللي هتحصل دلوقتي. نسخنا دي ان اي ميكس
سخنه دي ان هي على شكل دي ان اي، سخنه دي ان هي على شكل ار ان اي وسبناها. خد يا باشا خليه جديده فيها شويه دي ان اي على شكل ار ان اي. اتفضل يا معلم. معلش ما ينفعش يا باشا، انا ما ينفعش، انا عايز ايدنتيكال كوبيز، انا عايز دي ان اي بس. لا يا باشا، باشا خد بس برايمر كده جميل ار ان اي. يا باشا والله ما ينفع، انا نفسي والله اخد منك شويه ار ان اي، ما ينفعش. فاضطرينا نعمل انزيم جديد يا دكتوره، انزيم جديد اسمه ار ان اي بوليمريز 1، سوري دي ان اي بوليمريز 1. هو ده كان اسمه بوليمريز كام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ بوليمريز 1. بيعمل وظيفه غريبه جدا، بيشيل بيرموف البرايمر، بيرموف مين؟ خد بقى مفاجاه، وبيفل جاب. مش هنحطها فين؟ فيل جاب. يعني ايه؟ يعني يا دكتور مش انت عملت برايمر؟ انا هاجي بقى اصلح بقى، انا هشيل البرايمر وهملى الجاب، هشيل البرايمر واملى. يبقى يا دكتور والله ما بشرح خطوات. بوليمريز 3 بيعمل عمليه الريبليكيشن، برايميز بيعمل البرايمر، بوليمريز 1 بيشيل البرايمر ويملى مكانه. تاني كده، بوليمريز 3 بيعمل عمليه الريبليكيشن، برايميز بيعمل برايمر لمين؟ للار ان اي بوليمريز 3. طب وبوليمريز 1 بيشيل البرايمر ويملى الجاب. والله لما ناخد خطواتك تلاقي الدنيا نورت مره واحده، بس انا دلوقتي عايز وظايف لوحديها بغض النظر عن ايه؟ عن الصوره العامه. اخر حاجه اللايجيز، اسم صعب شويه، بيعمل لايجيشن يعني ربط. دكتور لايجيز بيعمل ايه؟ لايجيشن صعوبات ريبليكيشن. يبقى اللايجيز بيعمل ايه؟ لايجيشن يعني بيجوين ذا اندز. اندز اوف ايه؟ معرفش، انا ما خدتش خطوات. يعني انا قلت لك في تو اندز اهو يا دكتوره مي، عايزين نعمل لهم جوينينج. مين اللي هيعمل جوينينج؟ لايجيز. احنا نعرف مين لايجيز؟ لا، بس لما اجي اقول لك في جوين زي انت بتقول لي هتجيب مين؟ لايجيز. بيحتاج اي تي بي او نت، بيحتاج اي تي بي او. ركز يا علي عشان جاي في الامتحان. اي تي بي او نت كويس، بيحتاج اي تي بي او نت. خلصنا الالتزامات الخاصه بعمليه الالونجيشن، خلصنا الالتزامات الخاصه بعمليه الالونجيشن، خلصنا الالتزامات الخاصه بعمليه ايه؟ طب رائع يا دكتور، يلا كمل معانا. هيفضل لنا الالتزامات الخاصه بعمليه الترمينيشن، الالتزامات الخاصه بعمليه الايه؟ قال لك حاجه اسمها توبو ايزومريز 1 وتوبو ايزومريز 2. توبو ايزومريز 1 وتوبو ايزومريز هم دول بتوع الترمينيشن. طب يا دكتور معلش، ايه الفرق بين 1 و2 وبيعملوا الترمينيشن ازاي؟ نعمل شويه تجربه مع بعض. مش هستناك يا علي تطلع معانا بلاتيك. 11 2 دي مينس بس 11 اتنين للدي ان اي عاديين جدا، عاملين دبل هيليكس، حد عمل غلط؟ لا. وجاي الهيليكس بيعمل الوظيفه العاديه اهو، انا همسك وانت امسكها تحت بقى الثلاثه. الهيليكس بص ما تعملش حاجه دلوقتي. الهيليكس هيعمل انوايندنج اوف دي ان اي. الهيليكس هيعمل ايه؟ عايزكم تركزوا في الحته دي، عايزكم تركزوا في الحته دي. يلا اعمل انوايندنج يا عم. ايه اللي بيحصل؟ بيتعقد فوق اكتر، ايه اللي بيحصل؟ بيتعقد فوق اكتر. اسمه عندنا بوزيتيف سوبر كويل. اسمه ايه؟ بوزيتيف سوبر كويل. يبقى يا دكتور عيدها تاني، عيدها تاني. قال لك يا دكتور هنرجع الكيس عادي، الكيس عادي. بص الكيس عادي اهو، الكيس عادي. لما سوري دي ان اي عادي، هيليكس عادي. لما يجي انزيم الهيليكيز يشتغل ايه؟ يلا شغل الهيليكيز، هيحصل ايه؟ لوكال بوزيتيف سوبر كويل. بوزيتيف سوبر كويل. خد بقى المفاجاه دكتور، انا مش عارف اعمل هيليكيز اكتر من كده. من كتر البوزيتيف سوبر كويل مش عارف اعمل هيليكيز اكتر. قال لك مين يعمل لي نيجاتيف سوبر كويل؟ قال لك توبو ايزومريز واحد. ازاي؟ عن طريق انه بيعمل، ركز كده معايا، بيعمل كات في 1 ستراند. بيعمل كات فين؟ في 1 ستراند ولا 2 ستراند؟ طب ما تيجوا نشوف. بصوا انا دلوقتي عندي مشكله بص السوبر كويل وعايز احلها عن طريق ان انا اعمل كات في 1. انا هعمل كات في 1 ستراند. هسيب، اختار اسيب الاحمر ولا الرصاصي؟ سيب الاحمر. ماشي؟ يلا اعمل الكيس. يلا يلا كمل كمل. لا 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 انت وحش يا علي، وحش يا علي. امسكها انت من فوق وانا هعمل انا مش هقدر. ادي الهيليكس بتاعنا، ادي الهيليكس بتاعنا. فضلنا بالهيليكيز، لا خليها كمان تحت شويه عشان نبص الصوره كويس. عملنا صوره كويس، صوره كويس، صوره كويس. شايفين؟ شايفين صوره كويس؟ يلا سيب 1 ستراند مش الاثنين، 1 ستراند. بص بصوا بيروتيت. انا بسيب بسيبه هو هيروتيت لوحده. كويس؟ قال لك هيروتيت ويرموف بوست سوبر كويل. هيروتيت ويرموف بوست سوبر كويل. هعيدها لكم تاني. هيروتيت ويرموف. يبقى يا دكتور الكتاب اللي الكتاب كاتب نص كده غريب جدا. قال لك توبو ايزومريز 1 بيكات 1 ستراند فيريليف البوست سوبر كويل عن طريق ازاي؟ قال لك 1 ستراند روتيت فريلي اراوند انذر.
وان ستراند روتيت فريلي اراوند. هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ قال لك وان ستراند روتيت فريلي، وبعد كده هنوصلهم ازاي؟ مش هقول، هنوصلهم ازاي، كويس؟ مش هقول خالص. يبقى تاني دكتور احنا بنعمل ايه؟ قال لك توب ايزوبريز واحد مكتوب فيه كلمتين في الكتاب عايزين نفهمهم بس بعينينا. قال لك دكتور بيكات ان وان ستراند ولا تو ستراند؟ عشان يعمل نيجاتيف سوبر كوير، عشان يعمل حاجه اسمها نيجاتيف. هو الهيليكيز كان عمل لي ايه؟ بوست سوبر كوير، وانا عايز ابروديوس ايه؟ نيجاتيف سوبر كوير. لو نعمل التجربه لاخر مره، امسك من فوق، انا هعمل الهيليكيز من تحت وانت هتسيب وان ستراند وهنشوف هيحصل ايه. عايزين الاخير خالص اهو، ادي ده الهيليكس العادي، عملنا هيليكيز حصل بوزيتيف سوبر كويرز، يلا سيب وان ستراند. قال لك بقى بص، وان ستراند ريموف فري، انا عايز تسيب خليه ايه ريموف فري، خلاص اتحركت. بصوا بيروتيت ايه؟ فري اراوند ذا انذر ستراند، وان ستراند روتيت فري اراوند ايه؟ ذا انذر ستراند، وده اللي بيبروديوس نيجاتيف سوبر كويرز. هو اتفضل يا عم، شكرا، جزاكم الله خير. قال لك دكتور وده اللي بيبروديوس حاجه اسمها نيجاتيف سوبر كويرز، ده اللي بيبروديوس حاجه اسمها حد مش متخيل تو ايزوليز شغال ازاي؟ عادها ولا خلاص كفايه؟ كفايه دكتور، تو ايزوليز تو بيكات تو سترينز، سبحان الله. تو ايزوليز 1 بيكات ايه؟ تو ايزوليز 2 بيكات ايه؟ وهو اللي بيعمل ترمينيشن ازاي؟ ما اعرفش، انا بشرح ايه؟ خلصنا التولز كلها، وجه وقت شرح الخطوات، وجه احنا قلنا هنشرح ثلاث مرات، اول مره الدنيا مضلمه، ثاني مره تنور شويه، ثالث مره تنور خالص، احنا في ثاني مره. هبدا شرح الريبليكيشن بس بطريقه الستبس، وانتوا اللي هتقولوا لي انا مش هقول حاجه. اول حاجه في الستبس يا اولاد هتبقى انيشيشن، هتبقى ايه؟ قال لك يا دكتور انا عايز ابدا نسخ الدي ان ايه، بس انا عندي مشكله كبيره قوي. ايه؟ قال لك يا دكتور انيشيشن. المشكله يا دكتور ان الدي ان ايه دبل هيليكس وسيركولر، وانا عايز افتح فتحه صغننه، هجيب مين؟ انتوا اللي هتالفوا، انا مش هقول حاجه. قال لك هجيب حاجه اسمها دنا ايه؟ تعمل لوكال انوايندنج، بس هتعمله فين؟ في منطقه اسمها اوري سي. منطقه اسمها ايه؟ طب يا دكتور في الاوري سي دي ايه؟ ما هي الاوري سي؟ قال لك الاوري سي دي منطقه، خد بقى المفاجاه، اي تي، انا عايز ارمي الاقلام اللي مش شغاله عشان ما امسكهاش تاني. الاقلام مش شغاله، منطقة مليانة A T rich region. دكتور هو أنهي الأقوى؟ الـ A T ولا الـ C G؟ الـ C G أقوى، يبقى أنا الأسهل أفتح عند منطقة A T rich ولا C G rich؟ يبقى الـ O C منطقة مميزة جدا، بيبقى المنطقة دي فيها A T rich region، فسهولة اللوكال أنوايندنج إيه؟ أعلى. يبقى يا دكتور الدنا إيه بيعمل لوكال أنوايندنج فين؟ في الاوري سي اللي مالها اي تي ريتش ريجون. قال لك دي الاوريجينال سايت، اوري سي دي الاوريجينال سايت، المكان اللي ببدا منه اديني، كويس؟ اديني الريبليكيشن. خلاص يا دكتور عملت لوكال انوايندنج، ومحتاج اعمل كومبليت سيبريشن عشان اعمل حاجه اسمها ريبليكيشن فورك، احتاج مين؟ يا دكتور انا مش يعني انا ما بشرحش، انا بقول لكم وانتوا تقولوا لي ايه اللي بيحصل الخطوه اللي بعديها. قال لك يا دكتور الخطوه الثانيه بعد ما عملت لوكال انوايندنج انا عايز اعمل كومبليت سيبريشن، وما دام عايز اعمل كومبليت سيبريشن يبقى احتاج الى حاجه اسمها دنا بي. غلط، دنا بي زائد دنا سي كومبلكس. دكتور انت بتقول ايه؟ قال لك يا دكتور دنا بي هيمسك مع دنا سي، حد سمع دنا سي؟ قلتها؟ قال لك دنا بي بيمسك مع دنا سي ويعمله كومبلكس، يعمله ايه؟ ودنا بي عنده هيليكيز اكتيفيتي فيعمل كومبليت انوايندنج اوف دي ان ايه. طب دور الدنا سي الكتاب ما قالوش، يبقى مش هحطه في التوز. الكتاب ما قالش الدنا سي بيعمل ايه؟ قال لك الدنا بي بيمسك معاه الدنا سي ويعمله كومبلكس، بس الدنا بي عنده هيليكيز اكتيفيتي هو اللي بيعمل كومبليت انوايندنج، يبقى الدنا سي وظيفته ايه؟ مش عليا، يبقى مش هحطها في التوز. يبقى تاني يا دكتور الخطوه رقم واحد عملنا لوكال انوايندنج عن طريق مين؟ وبعد كده الدنا بي مع الدنا سي عملوا ايه؟ كومبلكس. مين اللي عمل كومبليت انوايندنج؟ دنا بي، عشان عنده حاجه اسمها هيليكيز، بس كان بي نيد نقط فور اتس اكشن، نيد نقط فور اتس اكشن. اي تي بي نيدز نقط فور اتس اكشن، مين؟ اتفضل. البي كانه عامل ما يشتغلش الا في وجود زميله، الزميل ده بيعمل ايه؟ بيتفرج عليه ولا بيعمل حاجه. يبقى دنا سي وظيفته مش مكتوبه في الكتاب، عشان كده ما حطيتهاش في التولز.
ده انا بي مع ده انا سي يعمل كومبلكس. مين اللي بيعمل هيرجيز؟ ده انا بي. يبقى وظيفه مين؟ ده انا بي. مين هو مين ده انا بي؟ قال لك هيرجيز اكتيفيتي، عنده هيرجيز اكتيفيتي. خش على الخطوه رقم 3، يلا نخش يا دكتور على الالونجيشن عشان ننسخ الدي ان اي. قال لك معلش انا عندي مشكله الدي ان اي مش فاهم دكتور، انا كنت داخل على الالونجيشن خلاص. قال لك يا دكتور انا محتاج بروتين معرفش هو مين يعمل لي يستابيلايز السنجل ستراند فوق مين؟ اس اس بي. انا مش بشرح حاجه. قال لك يا دكتور هنجيب الاس اس بي بي يعمل سيباريشن او يستابيلايز السيباريشن اوف دي ان اي او يستابيلايز السنجل ستراند فوق، يستابيلايز الشكل الايه؟ سنجل ستراند. وقال لك يا دكتور انا عندي مشكله مش عارف حلها ايه. اول ما بفتح الدي ان اي يتكسر بالريبوليز، هضطر اجيب مين عشان يحمي المشكله؟ الاس اس بي بي. يبقى دكتور الكتاب كاتب قال لك السنجل ستراند باين بروتين له وظيفتين. اول حاجه بيحافظ لي على السنجل ستراند فوق الحمد لله اهو، وبيحميني من تكسيره بالرايبونكليز، بيحميني من تكسيره بالرايبو. خلصنا الانيشيشن زي ما هي مكتوبه في الكتاب. يلا الانيشيشن خطوات، اول حاجه عملت لوكال انوايندنج، بعد كده كومبليت انوايندنج، بعد كده ستابيلايز الكومبليت فورم عشان ابدا الانيشيشن. شكرا. ده كده انيشيشن. حد عمره اتربط؟ يلا ناخد الانيشيشن. الانيشيشن امسح. حد عايز الكلام ده؟ الانيشيشن رقم 2. فتحت الدنيا يا معلم، وريني بقى هتنسخ ازاي من الانيشيشن. يلا يا معلم يا اللي اسمك بوليميريز 3 تعالى عندك دي ان اي مفتوح وجاهز للعمل. دخل الدي ان اي بوليميريز 3 بص كده مش شغال. فين البرايمر؟ انا عندي برايمر، فاضطرينا نجيب انزيم غريب اسمه جدا عشان يعمل البرايمر. اسمه ايه؟ عشان يعمل البرايمر اسمه ايه؟ قال لك يا دكتور البرايميز عمل لي ار ان اي برايمر ولا عامله باللون الازرق ده؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، عمل لي ار ان اي برايمر. جينا نقول للبوليميريز يلا اشتغل بوليميريز 3 انت طلباتك ايه؟ قال لي انا طلباتي ار ان اي برايمر والله موجود، ودي ان اي تمبلت اللي هو قارن دي ان اي الاسود ده والله موجود، يبقى اشتغل بقى ارحمنا بقى. قال لك انا وظيفتي اشتغل من 5 ل 3، وظيفتي اشتغل من التصنيع الجديد من كام لكام؟ هنتفق على اتفاق دلوقتي مش هنغيره، يعني مسموح ليك تعترض عليا وتناقشني لو ساعه، بس لو اتفقنا على حاجه وعديناها ما ترجعش تقول لي جت منين، اتفقنا؟ قال لك يا دكتور اذا كان هو بيشتغل في اتجاه من 5 ل 3 تصنيع الشريط الجديد من 5 ل 3، هل في الشريط اللي فوق ده الشريط اللي هو ده هيشتغل في الاتجاه A ولا الاتجاه B وليه؟ بالراحه. الدي ان اي بوليميريز 3، الدي ان اي بوليميريز 3 هيشتغل في الاتجاه A ولا الاتجاه B وليه؟ اللي بيقول A يرفع ايده. طب اللي بيقول B يرفع ايده. طب اللي مش فاهم هو A ولا B يرفع ايده. طب ما فيش حد مش فاهم؟ قال لك يا دكتور انا دكتور عز مش فاهم. يلا اشرح لي دكتور عز. اشمعنى ايه واشمعنى ده؟ قال لك يا دكتور مش انا اصنع، سيبكم اللزق ده، سيبكم اللزق ده. مش انا اصنع الشريط الجديد اتجاه من 5 3؟ طب ادي الشريط الجديد هرسمه بالاحمر، الشريط الجديد هرسمه بالاحمر. اذا كان ده 3 5 يبقى ده كام؟ الجديد اللي اللون الاحمر. السؤال بقى هصنع الشريط ده من 5 ل 3 ده في الاتجاه ده ولا في الاتجاه العكس؟ في الاتجاه ده؟ لان انا بصنع الشريط الجديد من 5 الى 3، لان الشريط القديم كان اهو 3 ل 5، 3 ل 5 يبقى ال 3 قصادها كام؟ ما احنا اتفقنا الدي ان اي 3 قصادها كام؟ والخم وال 3 دي قصادها كام؟ وال 5 دي قصادها كام؟ 3، يبقى ال 3 دي قصادها 5 وال 5 دي قصادها؟ يبقى الدكتور هيصنعها في اتجاه من 5 ل 3 الجديد، الجديد من 5 يبقى اتجاه A ولا B؟ A. حد معترض انه A او مش فاهم ليه هو A؟ عشان همسح وحد يقول لي جت منين A؟ هنفخه. احنا متفقين ان الدي ان اي هيصنع في الاتجاه ده، الاتفاق ده مش هنغيره طلع حس. هتيجي تقول لي يا دكتور جت منين هنفخها؟ اسال دلوقتي باسم احمد الاعتراض الان. فلو مش هيعترض على راي مش عارف ايه فليصمت الى الابد. فلو هتعترض الان فليصمت الى الابد. اتفضلوا يا دكتور كده. اتفقنا على المعلومه دي؟ طب تعالى يا دكتور ناخد الشريط اللي تحتيه. الشريط اللي تحت. الشريط اللي تحت. هل هو هيتصنع في الاتجاه ايه؟ ها؟
هل هو هيتصنع في الاتجاه A ولا B؟ نبص وش انت عملتها لي فوق اعملها لي تحت كويس. بص كده ده 5 3 يبقى المقصود ده رقم مين انت يا دكتوره؟ مين كريستينا؟ رقم ايه يا دكتوره كريستينا؟ ده 5 يبقى ده كام؟ 3. وده هناك 3 يبقى ده كام؟ 5. وانا بشتغل في اتجاه من كام لكام؟ يبقى الاتجاه مال بي. الاتجاه مين؟ يبقى تصنيع في الاتجاه اللي تحت ماله بي، والاتجاه اللي فوق يبقى ماله. دكتور انا ما اتفاجئتش. ليه ما اتفاجئتش؟ اذا كان الاثنين عكس بعض يبقى تصنيع اللي فوق هيبقى عكس اللي تحت من غير ما افكر. لا انسى بقى 5 ولا 3 ولا الكلام ده، عشان اصنع اللي فوق في الاتجاه ده يبقى اللي تحت اصنعه في الاتجاه ده بغير ما افكر، من غير ما افكر. لو اللي فوق بيتصنع كده يبقى اللي تحت بيتصنع ازاي؟ عكسه. ماشي، اللي فوق عكس اللي تحت، يبقى لو اللي فوق بيتصنع لقدام يبقى ده هيتصنع لايه؟ لورا. اتفقنا؟ طيب يا دكتور احنا اتفقنا على الاتجاهات A و B، والله اللي هيغيرها في وسط الحصه هنفخه. دكتور احنا عملنا ايه؟ ترجينا الارض اللي يقول لما نزل معاه الثلاثه ده يشتغل. قلنا له ارجوك، عملنا لك برايمر وعملنا لك تمبلت وحددنا لك الاتجاه اللي هتشتغل فيه كمان. حددنا لك اشتغل في اتجاه ايه في الشريط اللي فوق وبي في الشريط اللي تحت. ابوس ايدك اشتغل، قال لك عينيا. راح اشتغل وبدا ينسخ الاتداد بطريقه بروفريدنج. يعني ايه بروفريدنج يا سيدي؟ اتقال. يعني يا دكتور انا بقرا النيوكليوتيدات A احط لها T، G احط لها C، C احط لها G، T احط لها A بالظبط. نيوكليوتيدات ولا دي اوكسي نيوكليوتيدات؟ قال لك يا دكتور بيجيب دي اوكسي، دي اوكسي اي تي بي ودي اوكسي جي تي بي ودي اوكسي سي تي بي ودي اوكسي. خلاص احنا قلناهم كلهم؟ طب ناقص حاجه تي ام بي تي تي بي كويس، دي اوكسي تي تي. هتجيبهم تراي فوسفيت وهنرمي اثنين فوسفيت، مش مهم المعلومه مش مهم، بس انا بقولها بس عشان تسكيو. انا هجيبهم تراي فوسفيت وهرمي ايه؟ لا ان النيكوتيد تحتوي على فوسفيت واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ النيكوتيد تحتوي على واحد. انا هجيب عندها تراي فوسفيت وهرمي اثنين، هجيب عندها ثلاثه وهرمي، يبقى النيكوتيد عندها كام فوسفيت؟ واحد. بس انا بقول المعلومه دي عموما. يلا يا دكتور. وهيبدا الدي ان ايه بلينريز يبدا يشتغل، يشتغل. لا معلش اللون الاسود ده وحش، انا عايز نيو ستراند، ما احنا هنعمله بالاحمر. هيشتغل لحد ما يوصل لخرسات. كلام محترم؟ طب وده يا دكتور؟ هيشتغل لحد ما يوصل لخرسات؟ لا لحد ما يخلص، الشريط خلص. وكده وقفنا بوليميريز، خلصنا الريبليكيشن، يلا نروح. ده ما اتمسخش. محتاجين نفتحه عشان ينسخ. فقال لك عينيا. هنكمل الهيليكيز اكتيفيتي ويبدا يكسر الهيليكس ويعمل له سنجل ستراند. يلا ننقل ده على الشكل الجديد، هنقله وانتوا اللي هتملوني. هنحط هنا حاجه اسمها اس اس بي. كويس. يلا ليك هنا كام؟ 5. يبقى هنا كام؟ 3. يبقى هنا كام؟ 5. يبقى هنا كام؟ 3. حد عنده اختراط؟ طب يلا هنقل الحته دي اهو، وهعمل الحته دي اهو، وهنقل الشكل ده اهو اهو. دكتور طب لاحظ ان انت عملت لما جيت فتحت فدي بقت في النص. حتى لاحظ دي اوعى ترسمها لي هنا، دي ايه هنا؟ خلي بالك انا جبت ده فتحته فبقى المنظر ده. حد عنده اختراع على الشكل ده؟ جبت المنظر اللي احنا تعبنا فيه ده، جيت ورحت كمل فتح، عملت كومبليت انوايلنج، فتحت اكتر، الهيليكيز اشتغل اكتر. سؤال، حد مختلف على الشكل ده؟ هو ده نسخه من ده؟ فتحته بس يعني اهو، ده نهايه الازرق فتحت وراه اهو، وده نهايه الاحمر فتحت وراه اهو. كويس؟ كويس؟ الناس منوره. دي حاجه اسمها ار ان اي برايمر. طيب انت عشان كده متاخر، هقول لك في الاخر ان الدكتور والمستر لازم عشان يشتغل لازم يبقى حد اشتغل قبليه. على شكل ار ان اي، حاجه اسمها ار ان اي برايمر. مين اللي عملها؟ انزيم اسمه برايميز. انزيم اسمه؟ هل برايميز بيعمل برايمر؟ اه برايمر يعني بدايه، برايمر يعني؟ يبقى برايميز بيعمل برايمر اللي هي بدايه، بدايه من الار ان اي، بدا هنا وكملنا هنا، بدا هنا وكملنا هنا. فقال لك يا دكتور يلا بقى البوليمريز ثلاثة، جاء قلنا له كمل، قال لك يا دكتور الدي ان اي تمبلت خلص، وانا ما بشتغلش الا لما يكون في برايمر او برايمر و في دي ان اي تمبلت، التمبلت ايه؟ خلص قلنا له خلاص يا عم الهيليكيز وبعت تمبلت اهو كمل. فجاي يشتغل. لا لا لا، ليه ار ان اي برايمر مش فيه؟ هو كان شغال اهو؟
هيكمل شغله. مش احنا اتفقنا ان ده اتجاه ايه وده اتجاه بيه؟ طب يلا نشوف جاي يكمل اهو. دي نقطه الوقوف، انا مش مفصوله كده بس انا هفصلها عشان ده وقفنا هنا وهنكمل ايه كده 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 كده. مش هو بيشتغل كده؟ طب يلا اللي تحت هديك يا دكتور نعمل كده ونشتغل كده 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 كده. حد معترض؟ دكتور احنا شغالين في اتجاه غلط، احنا شغالين على اتجاه بي. اتجاه ايه؟ انت كده بتصنع غلط يا دكتور، انت كده بتصنع ايه؟ احنا اتفقنا على الاتجاه اللي فوق ايه واللي تحت؟ يعني انا المفروض اللي فوق كملته على المبني. طب يلا يا دكتور اهو برايمر اهو اشتغل عليه اهو برايمر. لا ما ينفعش، احنا اتجاه ايه؟ بي. ده الريز اشتغل هنا فين؟ فين اشتغل قبل ايه؟ ما بقاش. طب طلعنا نجيب ايه؟ برايمر تاني، رحنا حاطين برايمر تاني، راح هو عامل ايه؟ بيشتغل عليه. واكتشفنا التالي، اتكون شريطين مختلفين كمان. شريط سميناه ليدنج ستراند، وشريط سميناه لاجنج ستراند. رحنا قايلين الليدنج واللاج. لاج يعني ايه؟ لما تيجي تلعب ببجي ولا بتاع، لاج يعني يعلق معاك، فاهم؟ لاجنج يعني يعلق، فاهم؟ قال لك الدكتور شوف انا عندي ليدنج ستراند ولاجنج ستراند. الليدنج ستراند محظوظ جدا، ليه؟ قال لك يا دكتور ان الريبليكيشن دايركشن، تصنيع الريبليكيشن، الريبليكيشن دايركشن اتجاه الريبليكيشن نفس الدايركشن بتاع الريبليكيشن فوق. يعني ايه؟ حظه من اللعيبه كل ما يجي ينسخ يفك له نفس الاتجاه بتاعه. ذا سيم دايركشن، قال لك الدايركشن اوف الريبليكيشن ذا سيم دايركشن اوف ذا ادفانس اوف ريبليكيشن فور. يبقى تاني ما هو الليدنج ستراند؟ قال لك يا دكتور محظوظ، ذا دايركشن اوف ريبليكيشن هاز ذا سيم دايركشن، نفس اتجاه الادفانس بتاع الريبليكيشن فور. انا بفتح له وهو بينسخ، انا بفتح له وهو بينسخ، انا بفتح له وهو بينسخ. المصيبه في اللي تحت، ذا دايركشن اوف ريبليكيشن against or opposite to the direction of replication fork. يعني انا افتح هو الطب يبدا من هنا، هفتح يروح هو بدا من هنا. يعني هو ايه؟ فتحت اهو بدا من هنا، ففتحت له اكتر يروح بدا من هنا. اللي هو ده direction of senses عكس اتجاه direction of replication fork. وده منطقي يا دكتور. اذا كان في تصنيف اتجاهين للدايركشن A و B، فواحد منهم اكيد مع الريبليكيشن فورك والتاني ايه؟ عكس. منطقي جدا، لو واحد مع الريبليكيشن فورك التاني يبقى ايه؟ عكسه. فتكون تو ستراند، ستراند على بعضه اهو، فسميناه ليدنج. ليدنج يعني قائد، ليدنج يعني قائد ماشي حته واحده. وستراند اسمه لاجنج، عامل زي ايه؟ برايمر دي ان ايه، برايمر دي ان ايه، برايمر دي ان ايه. فلاجنج يعني لاجنج بيعلق، كويس؟ قال لك دكتور اللاجنج ستراند بيبقى فيه قطع يا سيف من الدي ان ايه اللي هي بالاحمر دي، وقطع من الار ان ايه ايه؟ مرحبا شوية بس شوية، كويس؟ قال لك يا دكتور عندي شريط من الدي ان اي وشريط من؟ قطعة من الدي ان اي وقطعة من؟ الار ان اي اللي ملزق والدي ان اي بالاحمر عشان ما حدش يسرح. قال لك الحتة اللي بالاحمر دي سميناها اوكازاكي فراجمنت، قطع اوكازاكي. يعني ايه قطع اوكازاكي؟ قال لك والله عالم ياباني اتفضح فضيحة قريبة، يعني مش فضيحة قريبة، فضيحة علمية يعني، ألف ورق معين هنناقش الموضوع بعدين. أوكازاكي فراجمنت، قال لك عالم ياباني اسمه أوكازاكي عمل اكتشف الفراجمنتس، اكتشف إن أنا عندي ليدنج ستراند حتة واحدة ولاجنج ستراند حتت، وسمى الحتة دي إيه؟ أوكازاكي. سمى الحتة دي إيه؟ قال لك حجم الأوكازاكي يا دكتور من 1000 إلى 2000 نيوكليوتيدا. يبقى حجم الدي إن إيه الحتة الواحدة من 1000 إلى 2000 نيوكليوتيدا، من 1000 إلى المعلومه دي مهمه عشان يمسك كده. يبقى يا دكتور انا بشرح ستيبس، الستيبس كانت اول خطوه ايه؟ ليه؟ قال لك يا دكتور عملنا الالونجيشن، عملنا برايمر، بعد كده بلونريز اشتغل، بعد كده عملنا انوايندنج، فتكون لي غصبا عني تو ستراند ليدنج ولاجنج. واللاجنج عنده حته تسميها اوكازاكي فراجمنت، حجمها كام نيوكليوتيدا؟ من 1000 ل 2000. خلصنا الابلكيشن، يلا نروح. قال لك يا دكتور جرب هتسيبوه لي كده؟ قال لي ليه برايمر؟ هتدخل دي ان ايه جديد، حتت من الار ان ايه دي بجاح. تخيل كده المعلومات الوراثيه بتاعتك بيتشال على الار ان ايه. السلام عليكم كده في وراثيم يا دكتور ما ينفعش. فهضطر ان انا عايز انزيم مش عارف اسمه يشيل من الار ان ايه برايمر ويملى مكان الجاب. بيجي
الانزيم اللي هيعمل ده بيعمل ايه عالي بوليميريز 1 هيشيل البرايمر ويفيل ذا جاب هيشيل البرايمر ويفيل ذا جاب تمام عملنا الكلام ده كويس قال لك يا دكتور بس الحته دي مش متصله مش متصله هنلزقهم ازاي يا ترى لايجيز اللي بيعمل ايه لايجيشن سبحان الله اللايجيز اللي بيعمل ايه لايجيشن اللايجيز اللي بيعمل ايه ان الدي ان ايه قال لي يا دكتور انا عندي مشكلتين المشكله الاولانيه ان انا وانا عمال افتح الهيليكس عمال يعمل سبوست سوبر كار كل ما افتح الهيليكس يعمل ايه ويتعقد وده اللي مخلي الهيليكس مش عارف يكمل عايز حل المشكله دي بس بشرط لما تيجي تقطع ما تبوظيش الدي ان ايه انا عايز قطع صغنن في وان سترين مين اللي هيعمل ده توبو ايزوميريز 1 مين اللي هيعمل ده هيكسر في وان ستراند عشان يعمل ايه؟ نيجاتيف سوبر كويل عشان يعمل ايه؟ اللي هو عكس اللي موجود اللي اسمه ايه؟ بوست سوبر كويل طب دكتور لو انا عملت نيجاتيف سوبر كويل هيحصل نيجاتيف ازاي؟ وصف الكتاب ذا ستراند روتيت فري ده نص الكتاب اراوند ذا انذر ستراند ان واحد من الستراندز روتيت ايه؟ حوالين انذر الف مبروك نسخنا السيركلر دي ان ايه وخلصناهم ويلا روحوا الخليتين منفصلتين خلصنا الديفيوجن اكتشفنا ان السكر دي ان لما بيتنسخ بيطلع انترلوكت يعني ايه انترلوكت حلقتين متداخلتين يلا روح لخليه وخليه طب يا عم روح لخليه يلا روح لخليه فانا يا دكتور حل المشكله دي ايه بص 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 حل صعب جدا تاني كده تاني كده حلقتين قال لك الدكتور توبو ايزوميريز 2 بيكت التو ستراند ويفك الانترلوكت سيركلر دي ان اي تاني كده بيكت تو ستراند ويفك الانترلوكت تو دي ان اي دايما الطلبه دايما مش عارف لا ايه المشكله دي مع الطلبه دايما قال لك الدكتور طب انا هعمل كده وانا اقول له ليه ما نعملش كده يعني ابسط يقول لي لا لا نقطع الاثنين ونعمل كده يا ابني يا حبيبي طب ليه ما نعملش كده ونقعد نخانق هو ليه بنعمل كده وما نعملش كده الابسط ان انا اقطع ايه؟ وان سيركلر الكتاب كاتب كده نصا ان التو ايزوميريز 2 بيكت التو ستراند في وان سيركلر دي ان ايه؟ ما بيقطعش في الاثنين بيقطع فين؟ في وان سيركلر ويفكهم ويريسيل يعني ايه ريسيل؟ يرجع اللي قطعه هو يقطعه ويسيبه هيعمل ريسيل للي قطعه هيعمل ريسيل لايه؟ اللي قطعه كده احنا خلصنا الريبليكيشن لا بالتو ايزوميريز 2 لا ايوه تو از ريستو هو اللي يقطع هو اللي يصلح وده نص الكتاب طب هو بيطلع لي عليه الضغط هو بيعمل الجنجكت في الاخر ولا الموضوع ده يا ثلاثي الابعاد جدا وحاولت ان احنا عملناه في سنه من السنين بالبلاسترات وبتاع لو انتوا جيتوا تنسخوا دبل ستراند سيركل دي مين تعملوا ليهم نسخ النسخ لو واحد اوريجينال مع واحد نيو واحد اوريجينال واحد نيو هتكتشف انه ثلاثيا ثلاثي الابعاد هما انترلوكت بالنسبه لمرسيدس هي كانت حلقتين لما فكوا بقوا انترلوكت ودي محتاجه تخيل يعني محتاج تخيل جامد احنا عملناها فيزيكال يعني عملناها بالبلاسترات وبتاع كده والبلاستر ومسحنا ده ومسحنا ده وفتحناهم لقيناهم انترلوكت فعلا مش راضيين ايه يفكوا عن بعض عملناها بالبلاستر دبل فيس كويس طب يا دكتور انا مش عايز كل الكلام ده السيركل دي ان ايه لو اتنسخ مش بيطلعوا اثنين حلقتين كده بيطلعوا ايه انت بتجيب مين بيحل المشكله دي؟ تو ستراندز عشان بيكسر في وان ستراند ولا تو ستراندز؟ في التو ستراندز ويرسيل ات طب بيكسر في التو ستراندز بتاع التو سيركلر؟ في وان سيركلر معلش بقى يعني ليه؟ ليه؟ دايما يقول لي يا دكتور طب وليه ما عملناش كده؟ يا ابني طب وليه ما نعملهاش كده؟ يعني فاهم الابسط يعني امشي ورا الابسط ماشي؟ خلصنا الريبليكيشن خلصنا خطوات الريبليكيشن المفروض ان احنا يعني المفروض احنا هنتفرج على فيديو كويس وبعد كده نشرح الابلكيشن ام اي وكاليوس ونشرح الابلكيشن ام اي وكاليوس ناقص معلومه قبل ما اسالك ناقص معلومه اسمع معلومه دكتور انت بروفيلنج اكتيفيتي دي كانت بتاعي هل هو البوليميريز 3 الشروط الكتيره دي بتنبع من امكانيات عاليه؟ اه البوليميريز 3 مش بس بروفيلنج بيقرا بدقه ده كمان هايلي بروسيسنج وعنده هاي سبيد
بيقوم بكذا عمليه في الدقيقه او بكذا عمليه في الثانيه، فنقول عليه ده بروسيسور عالي هايلي بروسيسنج. قال ايه الدي ان اي بوليميريز يا ولاد اللي هو بوليميريز 3 ده لما بيمسك في الدي ان اي بينسخ وبعد كده يفك يريح وبعد كده يمسك ينسخ وبعد كده يفك يريح وهكذا، دي وظيفته. السؤال بقى بينسخ قد ايه وبعد كده 50,000 50,000 في المره الواحده، يعني يمسك ينسخ 50,000 ويريح كده، يمسك ينسخ 50,000 وكده يريح. هل هو ده هاي بروسيسنج؟ اه. انت عارفين البكتيريا بتنقسم من خلال قد ايه؟ من 12 ساعه لشهر. يعني في انواع بكتيريا بتنقسم الى 2 في 12 ساعه، تخيل تنزل دي ممكن كام؟ في 12 ساعه، عارف هرمون قناه السويس في 6 ساعات؟ انت بتسح دي ان اي كامل سيركل اوف كام؟ خد المفاجاه، لو انت خليه بعد 12 ساعه كام؟ جربوها في البيت بعد 20 ساعه تبقى كام؟ مش سوري سوري بعد 20 12 يعني بعد 20 12 اللي هم كام يوم؟ 10 ايام. جربوها البكتيريا دي بعد 10 ايام هيبقوا كام بكتيريا؟ في البيت مراحل حسابيه. طب وقف الفيديو اللي عملناه دلوقتي، وقف الفيديو، وقف الفيديو. هنحتاج طلعت معانا مليار يا ولاد، مش عشان تقعد دي. كويس؟ انا طلع الخليه بعد 10 ايام تقلب مليار خليه. كويس؟ قال لك الدكتور هايلي بروسيسد، يعني ايه هايلي بروسيسد؟ قال لك الدكتور بعد قول معايا ايوه بيمسك في الدي ان اي ويفضل ينسخ يفضل ينسخ 50,000 نيوكليوتيدا وبعد كده يوقف. بعد كده ينسخ 50,000 نيوكليوتيدا وبعد كده يوقف. اصل اللو بروسيسنج ينسخ 10 20,000 2000 ويفضل يقف، لكن ده بيمسك ايه؟ 50,000 و 50,000. كويس؟ لو هاي بروسيسنج بصوا بس وهاي سبيد. كويس؟ تقريبا كان كام سبيد مكتوب عندكم في الكتاب؟ من 20 ل 50 من 30 ل 50 من 30 ل 50 نيوكليوتيدا في السنه. من 30 ل 50 نيوكليوتيدا في السكن، في السكن، متخيلين 30 يعني احنا من بدايه الحصه لحد دلوقتي كام كام واو ده من 30 ل 50 في الثانيه طخ 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 ثانيه عدت، تصدق فاهم؟ متخيل السرعه؟ سريع جدا، يبقى هاي سبيد وهاي بيطلع بقى لا وبروف ريدي، يعني كمان مش بروسيسور شاومي، بروسيسور قبل. كويس؟ يعني يا دكتور مش بس ايه هاي بروسيسور ده كمان ايه؟ بروف ريدي، يعني ايه بروف ريدي؟ ما بيغلطش بسهوله، بيغلط كل 30,000 مره مره. كويس؟ بس مش عليها معلومات. كويس؟ وقفنا الفيديوهات ووقفنا الفيديو علشان نسال السؤال بس بتاع كريستينا مستنياك والسؤال بتاع كريستينا؟ ايوه نوت كريستينا والله اصلا يوستينا فاهم ماشي يوستينا اصلا ماشي طب اقول لك يا كريستينا ولا كريستينا؟ ما هو طلع على الالف اللي في الاخر طلع كريستينا مش انا اسف دكتور قول يا كريستينا خدنا دكتور الابلكيشن بروكاريوت وده الابلكيشن البسيط الخفيف. يا دكتور ايه تاني اصحابيات النواه اللي هو احنا في طب بشري مش طب بكتيري. هناخد الموضوع في الايوكاريوت اللي هو اكثر تعقيدا، اكثر ولما اكثر تعقيدا يبقى في تفاصيل اكثر لان احنا بقى حقيقيات نواه احنا مش بنهرب. ده احنا مش سيركلر ده احنا لينير. فقال لك يا دكتور وما دام هو اكثر تعقيدا الكتاب قال لك مش هنشرحها لك عشان هو معقد زياده عن اللزوم. هنشرح لك بس التولز، هنشرح لك بس لكن مش عليه خطوات، ده حاجه حلوه الحمد لله انه اكثر تعقيدا. ليه؟ الحمد لله مش علينا. فقال لك الدكتور التولز دي ان ايه الكيز يا ترى بيعمل ايه؟ بيقول لك سبحان الله اس اس بي بي بيعمل ايه؟ ستابيلايز السيرفر وبيروتكت الاجينست شكرا. دي ان ايه بوليميريزس هناك كان واحد اثنين ثلاثه لكن هنا الفا بيتا جاما دلتا اسمه الالفا اسمه الفا برايميز يبقى ده بيعمل ايه؟ برايمر يبقى الفا برايميز بيعمل ايه؟ طب يلا البيتا بي بي بيتا بتاع حاجه اسمها دي ان ايه ري بير يبقى البيتا بتاع ايه؟ ري بير البيتا بتاع ايه؟ ري بير يبقى دكتور لو انا عايز اصلح دي ان ايه هناخد عنوان اسمه دي ان ايه ري بير مين الدي ان ايه بوليميريز اللي اشتغل بيه؟ البيتا كويس؟ طب يلا التالتة ديت امك ثم امك ثم امك ثلاثة يبقى الميتوكوندريا دي ان ايه جاما يبقى ميتوكوندريا دي ان ايه قال لك يا دكتور الدي ان ايه الميتوكوندريا بيجي من الام الماتيرنال انهيرتد الكلام ده بيجي من الناس دي صور صور يعني اسمع بقى شوية الجاما بينسخ الميتوكوندريا دي ان ايه بينسخ ايه؟ الجاما بينسخ ايه؟ الميتوكوندريا دي ان ايه اللي هو مصدره ماتيرنال ما بيجيش من الاب بيجي من الام كويس؟ يبقى دكتور الميتوكوندريا دي ان ايه له بوليميريز خاص بيه اسمه جاما كويس؟ عندي بقى دلتا وابسلون دلتا وابسلون دي نقطه كده بس هي نقطه مش حقيقيه يعني بنتكلم ان هم دلتا وابسلون كانوا عايزين يوزعوا على نفسهم شوب بتاع الابلكيشن هم الاساس بتاع الابلكيشن اصلا
هم يعني ده قصده اللي بيدرس ثلاثه هناك بزر الشغل. فواحد قال له تاخد الشرط اللي فوق اللي تحت، المهم اتفقوا. فقال لك كل واحد خد شرط. فالابسلون اكتشف ان هو عليه البوليميريز بتاع اللاجنج الدلتا بتاع اللاجنج ستريت، والابسلون اكتشف انه عليه البوليميريز بتاع الليدنج ابن المحظوظه. فبقى واحد شغال في اتجاه الريبليكيشن والتاني يشتغل ويرجع يشتغل ويرجع يشتغل يفك ويرجع من الاول. كويس. فيا دكتور مين اللاجنج مين الليدنج؟ الدلتا لاجنج والابسلون ايه؟ عشان ما نتلخبطش اليوم في الامتحان، وانا هقول الجمله دي انا كنت بعلمها وانا طالب بالطريقه دي. انت غير ملزم ان انت تعلمها بالطريقه دي، بس انا علمتها كده، هقول لك ازاي بعلمها. قال لك يا دكتور الابسلون بحرف لاتين. قال لك ده اول حرف من اسمي عز. فانا بعتبر نفسي ليدنج قائد. والتاني لاجنج بيعلق، يبقى الدلتا لاجنج والابسلون ايه؟ انا علمتها كده، انت مش مطالب ان انت تعلمها كده، علمها بالطريقه اللي انت عايزها، بس انا حفظتها ازاي؟ الليدنج ايبسلون، ايوه انا ليدنج ايبسلون. طب واللاجنج؟ دلتا. اللاجنج ايه؟ دلتا. انا قلت اي فور اس يبقى ايبسلون كمان، ده اسم باللاتين. انا اسف جدا. قال لك اخر حاجه اسمها علمني زي ما انت عاوز. انا معتبر نفسي اسفت صوت الماضي بتاعه، وكنا خربنا ايام ما كنا في الماضي كويس، وندوات زاديه بقى وسبيكرز وحاجات كده كويس. فقال لك يا دكتور هنعرف حاجه اسمها ار ان ايز. يا ترى بيكسر ار ان اي؟ ار ان ايز بيكسر ايه؟ ار ان ايز بيكسر ايه؟ قال لك ريموفال اوف ذا برايمر. ريموفال اوف؟ قال لك يا دكتور دي ان اي لايجيز بيعمل ايه؟ لايجيشن. شكرا. تو ايزومريز بيعمل ايه؟ نيجاتيف ستوب. لا ما عندناش بقى تو ايزومريز 1 و 2 السيركل الاصلي. فما عندناش حاجه اسمها تو ايزومريز بس بتبروديوس نيجاتيف سوبر كويل. هي بتعمل سوبر نيجاتيف سوبر كويل عشان هو اللي بيحصل ايه؟ بوزيتيف. فهي بتعكس الايه؟ سوبر كويل بتعمل نيجاتيف سوبر لحد ما نوصل لاخر واحد اسمه ايه؟ فاهمين؟ ماشي؟ قال لك التلوميريز لو ما فهمتوش دلوقتي وعد مني مش تفهمه قوي. التلوميريز من احلى الحاجات اللي انا بحب اشرحها. ليه؟ في فكره كده وفن وكتاب كده تحس ان هو ايه عارف عامل الكوميك كده وبعد كده يقول لك هادف. فاهم؟ هو اللي مكتوب في الكتاب ده كوميك يعني ما ينفعش يبقى حقيقه يعني اكيد كوميك. هنفهم ليه هو الاصل من كل ده. ماشي؟ الراجل كاتب لك هاشتاج هادف. كويس؟ يلا بقى نشوف ما وظيفه التلوميريز. حد عنده اطلاعات للسته اللي فوق؟ خلاص نخش على التلوميريز. سيركل. عشان كده بسؤول عنه مين؟ لا احنا بناخد ابلكيشن من مين؟ ايوكاريوتس. هي بروكاريوتس معظمها عندها ميتوكوندريا؟ معظمها ما عندهاش ميتوكوندريا بس عندها 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 والله عشان ما حدش يقول لي بس معظمها ما عندهاش ايه؟ عندها نفس الشبه بتاع البكتيريا. حلو. بس البوليميريز اللي احنا مسميينه بتاع البني ادمين مش زي بتاع البكتيريا. ما تسويش نفسك بالبكتيريا ابدا. انت اعلى من كده. فاهم الفكره؟ فيا دكتور البوليميريز اللي عندنا سميناه جاما واللي عندهم سميناه ايه؟ قال بقى عندهم سميناه ايه؟ بوليمريز 3؟ تمام؟ بوليمريز 3 كويس؟ يبقى اللي عندنا اسمه جابر واللي عندهم اسمه ايه؟ بوليمريز 3. سؤال ينفع نسمي البوليمريز دي ان اي ديبندنت دي ان اي بوليمريز؟ ايوه. فكر كده؟ يعتمد على الدي ان اي في صناعه دي ان اي صح؟ ايوه. يبقى دي ان اي ديبندنت دي ان اي؟ طب البرايميز دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز؟ ايوه. فهمنا الفكره؟ ام سي كيو. يلا بقى دكتور ناخد التيلوميريز. دكتور انا عايز احكي لك حكايه. التيلوميريز يا ولاد عباره عن حكايه والله حكايه. عايزك بقى تستمتع كده تسطس ظهرك ومخمخ. التيلوميريز يا دكتور عباره عن بيقول لك ان النهايات الاطراف بتاعه دي ان لا تحمل شفره ورافده. يعني لا تحمل شفره ورافده يعني يا دكتور اسمها تيلز. اسمها تيلز يعني ديول. تحمل شفره اسمها تي تي اي جي 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 اللي هي تاج يعني. ماشي؟ تي تي اي جي جي جي. طب دكتور يعني ايه اللي تحمل شفره وراثيه؟ بس ده مش اذن فاهمين ده. ماشي؟ تي تي اي جي 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 ايه يا دكتور ده؟ قال لك يا دكتور ده لا يحمل شفره وراثيه يا سيدي، ده لا يحمل شفره وراثيه. يعني يا دكتور ما اقدرش اترجمه، ده هو عباره عن تتابع غير مفهوم، تتابع غير مفهوم. تي تي اي جي 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 تي تي اي جي 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 وانا ماشي على طول كده، تتابع مفهوم ولا غير مفهوم؟ غير مفهوم. يترجم الى جينات، يترجم الى بروتين، يبقى التتابع ملوش اي لازمه. التتابع ملوش ايه؟ موجود في نهايات الدي ان اي، موجود في نهايات التتابع اسمه تي تي اي جي جي وتتابع التيلز الديول يعني. الكلام جميل؟
تعالوا بقى نشرح وظيفه المنغلس. وظيفه المنغلس تنقسم الى نصين، ركزوا، تنقسم الى نصين. النص الاولاني بروبلم، مشكله. الجزء الثاني سوليوشن، الحل. تعالوا نشرح المشكله. قال لك المشكله يا دكتور ان الليدي مستراند، يلا ننسخ الليدي مستراند. هستاذنكم احنا هنجود ده الدور ترانسكور، بدل ما نفسخهم حته حته هنقلهم كلهم عشان بس يبقى واخدين بسرعه عنه. كويس، يلا دكتور هنعمل ايه؟ برايمر. بعد كده هيتنسخ ايه والباقي كله؟ حد عنده فكره؟ كويس. طب اللاجنج هيتعمل ازاي؟ برايمر حته، برايمر حته، برايمر حته. الكتاب كاتب البروبلم ايه؟ The leading strand is sensitized بيتصنع to the very end، يعني to the very end يعني للنهاية، to the very end للنهاية. But اسمع المشكلة، the lagging strand، الاسترند اللي not sensitized، ما بيتصنعش to the very end للنهاية بتاعته. طم طم طم. ليه يا دكتور؟ اكسب لي ليه يا دكتور؟ الليدنج ستراند بيتصنع للبري اند، دي منطقه غير. طب ليه اللاجنج ما بيتصنعش لحد النهايه؟ قال لك لسببين مكتوبين في الكتاب، اكسب لي. اول سبب ان البرايميز مان كانوت وورك، ما يقدرش يشتغل ات ذا فيري اند، يعني برايميز ما يقدرش يعمل حته برايمر دي. يا عم اعمل لي برايمر دي عشان سخن. لا، ما يقدرش يعمل حتى حته برايمر دي. كويس، يبقى الحته الاخيره دي مش هتنسخ. ليه؟ لان البرايميز كانوت وورك ات ذا فيري، هو وظيفته كده كانوت. خد بقى المصيبه، والكتاب قال لك هاخدك على قد عقلك يا ابني. وايفن اف، وحتى لو البرايميز اشتغل ات ذا فيري، حتى لو البرايميز اشتغل فين؟ في الفيري اند اهو، هننسخ عليه. كلام جميل، احنا هنرجع على قد عقلك ونقول لك ايفن اف. والله الكتاب كده ايفن اف It works at the very end. هشتغل على قد عقلك. Removal of the primer will leave again. شيلان البرايمر هيسيب ايه؟ حته فاضيه. هيسيب ايه؟ يبقى تاني بروبلم كانت عباره عن ايه؟ ان الليدنج بيتصنع عادي، خلاص خلصنا منه. واللاجنج cannot be sensitized to the very end، لحد النهايه، نهايه الالتيميت يعني اخر حاجه. ليه يا دكتور مشكله؟ لان البرايمر بيشتغل في الاخر؟ لا. وايفن اف، وحتى لو البرايمر اشتغل، قال لك ريموفر اوف ذا برايمر، شيلان البرايمر والليب اجين. هيسيب حته فاضيه. اعيدها تاني، اعيدها تاني معكسه. دكتور المشكله ان اللاجن ما بيصنعش لحد الاخر، لان البرايمر ده مش عارف يعمل الحركه دي، فمش عارف ابني عليه. وايفن اف، لو عملنا برايمر، بص كده ريموفر اوف ذا برايمر والليف اجين، ريموفر اوف ذا برايمر والليف. كلام من دكتور محترم، اسأل شباب بسرعة. طب مش البرايمر اللي هي موجودة في النص دي بيبقى فيه انزيم بيخش او حلو، بس بيبني مستحكتين موجودة قبليه وبعديه. لازم يكون مستحكتين. ايوه طبعا، هو لو شلنا كده واشتغلنا من 5 3 هو في حد قبليه؟ لو شلنا ده واشتغلنا من 5 3 في حد قبليه؟ لكن لو شلنا هنا مفيش حاجة هتفلز جاب الحتة دي، مفيش حاجة تقلبني عليها. يعني هو يعني احنا لما بنشيل ده بنبني منين لفين؟ في اتجاه بي؟ في الاتجاه بي؟ في الاتجاه بي؟ كده مفيش حاجه قبل ابني عليها. احنا قلنا هو بيحب يشتغل ولا لازم صنايعي يشتغل؟ نرجع بقى الشكل الجميل بتاعنا. طب دكتور الحته الاخيره دي هتتنسخ ولا لا؟ الحته الاخيره دي هتتنسخ ولا لا؟ قال لك it is not it won't be replicated it won't be ايه؟ ومش هتتنسخ. دكتور يعني انا مش هعمل طاقه identical؟ واحد هيتنسخ كله، الثاني هيتنسخ كله على حته؟ اه. دي بروبلم ولا لا؟ دي بروبلم ولا لا؟ هل دي مشكله ان انا ما انسخش اخر حته في الدي ان ايه؟ الكتاب قال لك بات ات از نوت ا بروبلم. مش بقول لك كوميك؟ بات ات از نوت ا بروبلم. بالظبط. ده اعتراض، ده اعتراض الكتاب. قال لك اصلا ما فيش معلومات وراثيه في الدي ان ايه. ده عباره عن تتابعات من التي تي اي جي جي. But it is not a problem. ليه مش problem؟ لان يا دكتور الحته اللي ما نسختهاش تحمل معلومات وراثيه؟ لا، تحمل يا دكتور تتابع غير مفهوم نون كودنج، لا يحمل اي معلومات وراثيه. لو انت معاك طبق كشري وانا جيت خدت منه عليها هيخسر حاجه؟
لا لو انت معاك تيل ما فيهوش معلومات وراثيه وخدت منه حتى ما نسختهاش تفسر حاجه؟ قال لك اتس نوت ايه؟ ابروبلم ليه؟ لان التيل ماله؟ لا يحمل ايه؟ شفرات وراثيه. راح الكتاب بقى كاتب بط اتس ابروبلم. انا قلت كوميك بط اتس ايه؟ ابروبلم. قال لك الدكتور اتس نوت ابروبلم ان اسنجل جينيريشن. يعني ايه؟ يعني الدكتور مش مهم ان انت لو جيت نسخت وعملت ريبليكيشن في تضاعف واحد هتسيب حته نون كودنج مش هيحصل حاجه. ايه اسنجل جينيريشن؟ سنجل جينيريشن ايوه. بات ات از ا بروبلم ان مالتيبل جينيريشنز. تخيل دكتور انت معاك طبق كشري وجيت خدت منه معلقه بعد كده معلقه بعد كده معلقه بعد كده خلصت طبق يا معلم خلصت الطبق. فقال لك يا دكتور بات ات از ا بروبلم فين؟ في مالتيبل جينيريشنز. يعني ايه جينيريشنز؟ انقسامات اكتر من زين على بعضيها. ليه دكتور بروبلم؟ قال لك يا دكتور لان كل ريبليكيشن بيقصر حته من التيل بيقصر حته. وقال لك يا دكتور هنفضل التيل يقصر 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 لحد ما نوصل لمرحله التيل خلص and essential gene would be lost. المعلومات الوراثيه تبدا تفقد and cell dies والخليه ايه؟ تموت. مين هيحل المشكله دي؟ تاني بقى نحكي بروبلم تاني. هنحكي بروبلم احنا لسه بروبلم ما وصلناش للحل اصلا. البروبلم بتقول ان الليدنج ستراند ستارتس تو ذا فيري اند لنهايه الايه؟ لنهايه الدي ان ايه. لكن اللاجنج نوت ستارتس تو ذا فيري لسببين. اولا ان البرايميز ما بيشتغلش ات ذا فيري اند. وايفن اف البرايميز اشتغل في الفيري اند ريموفال اوف ذا برايمر والليد اجاك. لو شلت البرايمر هيسيب ايه؟ فراغ. يبقى احنا اتفقنا ان اللاجنج ستراند بيتصنع لحد الاخر؟ لا. يزيد ا بروبلم؟ نو ان ا سنجل جنريشن. هل دي مشكله لما انا عملت صباحي؟ لا يا دكتور ده حته تيل لا يحمل معلومات وراثيه تخلصت منه في ده كده. تخلصت منه تاني في ده كده. لكن ان مالتيبل جينيريشنز عمليه انقسام اكتر من التاني. قال لك يا دكتور التيلز ويل بي شورتر التيلز هتبدا تقصر. اند اسينشال جين ويل بي موست الجينات بقى احنا خلصنا الجزء الغير النون كودنج الغير مشفر. احنا اتفقنا دي ان ايه؟ جزء مشفر مثل ايه؟ الجزء الغير مشفى كنت بفقد منه. حسيتي حاجة؟ لا حسيتي حاجة؟ هو مع مرور الوقت بيفقد ولا هي الجزء ده؟ ما احنا نسخنا حتة ناقصة فتحناه نسخنا حتة ناقصة فنسخناه فنسخنا كل نسخة بينقص قص بيقصر حتة. لأن ايفن الفيري اند ما بتتصنعش صح؟ يبقى ريموفال اوف ذا برايمر والليفا جاك. وكل ما اشيل كل ما امسخ كل ريبليكيشن كل سايكل بنقص حتة بنقص حتة. فلما بنقص حتة في التيل نون كودنج مش فارقة. حته في التيل نون كودنج مش فارقه. حته في التيل نون كودنج مش فارقه. حته في الكودنج اسينشال جين ويل بي لوست. اسينشال جين ويل بي لوست يعني دكتور الجينات المهمه للحياه ويل بي لوست. والخليه هيحصل لها ايه؟ مين يقوم يا هل فارس الغوار الذي سيقوم بحل هذه المشكله؟ تيلومريز. حد مش فاهم المشكله؟ حد مش فاهم المشكله؟ عشان لو مش فاهم المشكلة مش هتفهم الحل. هتفهم المشكلة؟ إن أنا يا دكتور عندي تيل إيه ما بتصنعش لحد الإيه؟ الآخر. مين اللي هيقوم يحل المشكلة دي؟ التيلومريز. قال لك التيلومريز الفانكشن بتاعته، خد المفاجأة ريفرس ترانسكريبتس. بص يا باشا إحنا عندنا ريبليكيشن نسخ دي إن إيه على شكل دي إن إيه. ترانسكريبشن نسخ دي إن إيه على شكل ار ان ايه. ريفرس ترانسكريبشن معايا ار ان ايه وهعمل منه دي ان ايه. بلوه دي بلوه. الكلام اللي بقوله ده دلوقتي ده كده فاهم يعني ده كلام يدخلني النار ده كده فعدله خطوط حمراء. دكتور انا بسخ الدي ان ايه على شكل دي ان ايه مصدقك. بسخ الدي ان ايه على شكل ار ان ايه سميناه ترانسكريبشن. ريفرس ترانسكريبتيز يعني بيعمل ايه؟ بيجيب دي ان ايه من اصل ايه؟ بيجيب دي ان ايه من اصل ايه؟ هو انا ينفع المعلومات الوراثيه بتاعتي اخدها من ار ان ايه؟ ينفع المعلومات الوراثيه بتاعتي اخدها من ار ان ايه؟ قول انت كمان ينفع؟ الدكتور بيتفرج معلومات الوراثيه بتاعتي اخدها من ار ان ايه ازاي يعني؟ احنا هنعير ولا ايه؟ قال لك يا باشا التيلز مش معلومات وراثيه اصلا. صباح الفل انت نسيت ولا ايه؟ هو التيلز دي معلومات وراثيه؟ يبقى عندك انت ريفرس ترانسكريبتيز هننسخ الدي ان ايه من الار ان ايه؟ لان انا بنسخ ايه؟
تي تي اي جي جي جي. هل دي معلومات رأسية؟ هل دي معلومة رأسية؟ لا، تتابع غير مفهوم. تتابع ايه؟ يفرق معاكي؟ نجيبه من الار ان اي. يبقى كام؟ ما هو التيلوميريز؟ الريفرس ايه؟ منور يا باشا. الريفرس ايه؟ ما هو التيلوميريز؟ سيبكم من الصور. ما هو الريفرس ترانسكريبتيز؟ يعني ايه الريفرس ترانسكريبتيز يا مايك؟ يعني بيصنع دي ان اي من ده ار ان اي. هو بص كده، ده ار ان اي كويس. هنصنع منه ايه؟ دي ان اي. تخيل يا دكتور ان احنا نصنع دي ان اي معلومات وراثيه بتاعتي من ار ان اي. احنا قلنا بقى ده مش معلومات وراثيه، ده ايه؟ تنز يا معلم. اي حاجه بقى، خلاص الدنيا ماشيه. اسمعوا بقى الفانكشن اوف التيلوميريز، صعبه ومحتاجه تركيز. ها ازاي هننسى الدي ان اي من ار ان اي؟ ار ان اي كمان ما لهاش شفره، وازاي دي ان اي هيبقى ليه شفره؟ احنا قلنا دي ان اي له شفره. طب احنا قلنا التيلز مالها؟ مش معلومات وراثيه. يبقى ازاي معلومات وراثيه مش هتدي شفره؟ ما احنا قلنا هل التيل يحمل معلومات وراثيه؟ يعني هل يحمل شفره؟ لا، يحمل تتابع غير مفهوم. قولي لي هو التتابع غير مفهوم يعني احنا ممكن نالفه دلوقتي صح؟ اه تي تي اي جي جي. خلاص شكرا. طب الدكتور هنسخه من مين؟ من ار ان اي. هنسخه من ار ان اي بغض النظر عن ان انا ممكن اخاف منه. مش خايف منه ليه؟ لان ما ينفعش مثلا لون الشعر من ار ان اي، ما ينفعش اخد معلومه وراثيه من ار ان اي، لكن خدت اي حاجه مالهاش معنى بلا 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 نسختها من واحد قال بلا بلا بلا. يفرق بقى هو عيل صغير ولا كبير؟ مش هنصغر بقى. يعني الموضوع ايه؟ مش كده نون كودنج. يعني نون كودنج يعني مش هشكل معلومات وراثيه بناء عليه لاي حاجه. فهمت الفكره؟ طب يلا دكتور نكمل. اتس انفرس ايه؟ ترانسكريبتيز. يعني بينسخ الدي ان ايه من اصل ايه؟ مكون. ركزوا بقى معايا. التيلوميريز من حاجتين، ار ان اي بارت، حته ار ان اي زائد بروتين بارت، حته بروتين اهو. مما تكون البوليمريز؟ ار ان اي بارت اللي هي بالابيض، وبروتين بارت اللي هي بالايه؟ بالاصفر. تاني مما يتكون ار ان اي؟ ار ان اي بارت و بروتين بارت. ار ان اي بارت و بروتين بارت. اللهم لا اكثر. مش مكون من ايه؟ حتتين ار ان اي و قال لك يا دكتور اسمع بقى وظيفه التلمريز عشان نحل المشكله. قال لك يا دكتور التلمريز بيجوين الثري ان اوف ذا لابينج سترينج. بيجوين ايه؟ 3 اهو جوين 3 ان اوف ذا لابينج سترينج. حد عمل غلط؟ معلش عايز فرانتين ده بقى عليه بقى. مش هحط عليه. تعالى قوم. فرانتين تعالى بس امسك معايا. عايز تقف بعيد؟ لا لا يعني تقريبا سد السد الزق اللي بتاع كده. ايوه امسك الشاشه كده. كمان اقف جنبيه ووقف. يعني ايوه اقف كده اقف كده وانزل بكده. ايوه الله ينور. قال لك يا دكتور ان الدي ان اي بوليمريز بيجوين الار ان اي بارت في 3 ان، بيجوين الار ان اي بارت في ويبدا يريبليكيت هيم سيلف. لا يريفرس ترانسكريبت هيم سيلف. يعني ايه؟ يعني ده ار ان اي بارت هينسخ نفسه على ايه؟ الدي ان اي هينسخ نفسه على ايه؟ يلا الاي هتبقى تي، والاي هتبقى تي، اليو هتبقى اي، طب السي هتبقى جي جي ويفك فك معايا ويمسك يجون الثري ان. الاي هتبقى تي اي جي 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 ويفك ويمسك وينسخ نفسه صدره تي تي اي جي 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 ويفك. هو بيعمل ايه يا دكتور؟ بيلونجيت التيل بتاع الاوريجينال 3 ان بتاع الاوريجينال مين؟ 3 ان. طب يا دكتور وبعدين؟ قال لك بقى ساعتها بص كده معايا تقدر تعمل برايمري وتعمل ريبليكيشن وفي داهية الفيريانت. ليه؟ لو انت معاك محل كشري وجيت راجل خدت منه معلقه هيحصل حاجه؟ لا يا دكتور، انا طورت الاوريجينال ستراند بشكل كبير جدا للدرجه ان انا لما ما زلتش في الاند فرقت معايا؟ لا. ويفضل ايه؟ مالتيبل جنريشن. يبقى شرطه 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 شرطه. خلاص بقى يجي التلفزيون يعمل ايه؟ هات شويه اللي احنا قصرناهم يروح مطولهم. فانا ما انساش في الاند يبقى شرطه 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 وانا بعد كده ايه؟ اطولهم. هتلاقي الكلام في الكتاب معقد جدا، هوزع عليكم ورق. هو نص الكتاب بس معاد ترتيبه. هو نص الكتاب بس معاد ترتيبه. وبعدين
بصوا زرع بره خد زرع بره اللي خد ما ياخدش واحده مصايه طب هو نفس نص الكتاب على فكره ما قدرتش اغير الكلام المجعوز بتاع الكتاب انا بس قعدت ترتيب اقراوا معايا التلميذ من تحت الكومبوزيشن مكون من ايه وايه بروتين برضه ولا من ايه برضه حد يقول لي الستبس الخطوات كده وانا همثل على السبوره انتوا حد يعرف يقرا انجليزي بس كلام حد يقرا وانا اقول لا عايز يقرا من ورق انت مش معاك ورق طلع ورق ها حد غير عادي ها يلا بسرعه والله الموضوع بسيط اقرا يا عبد الله يلا اقرا اول خطوه اول خطوه ايه وانا همثل على السبوره يلا RNA joins base pairs with ends of three strands. يبقى الاي ال RNA بارد بيجوين الثري اندز انسى الكلام ده بيجوين الثري اند بتاعت مين؟ بتاعت سطر عندك تمام بيجوين الثري اند ستراند الثري اند اوف ذا ستراند خلاص عملنا جوينينج بعدين كمل تيلوميريز ريكوجنايز ذا ثري اند اند الوجيت ات يوزنج RNA as كبلت حلو قالك يا دكتور البوليمريز بيركمايز الثري اند وبيطورها لونجيت ات ويستخدم الار ان اي بارد از ايه؟ اتمبلت يستخدم الار ان اي از ايه؟ يبقى انا بصمم دي ان اي من اصل ايه؟ كمل ذا سايكل مي بي ريبيتد سيفرال تايمز قال لك يا دكتور السايكل ممكن تبقى ريبيتد سيفرال تايمز يعني افك وامسك وامسك افك وامسك وامسك ها كمل ذا الونجيتد اند وود بي يوزد از اتمبلت فور ريبليكيشن اوف لاجين سترينج قال لك يا دكتور الانونجيتد اند ويل بي يوز از ا تمبلت تو سينسيتايز مين اللاجنج استراند حد هنا كده حل لنا مشكله ناخد المفاجاه المفاجاه بقى الطمه مش احنا قلنا كده قال لك يا دكتور فعلا المنظر ده قال لك يا دكتور التيلوميريز مش شغال عندنا في الدماغ صحيح حاططها مع الايوكاريوت صح هو كده حاططها مع دكتور ده كومنت بجد؟ يعني احنا عدنا كل ده عشان تقول لي مش شغال في الانسان ومش شغال في الايوكاريوتس؟ امال ايه ده؟ تلوميريز قال لك هو جينات التلوميريز موجوده عندنا؟ جينات التلوميريز موجوده؟ بط نوت اكسبريست يعني ايه نوت اكسبريست؟ يعني مش بتعبر عنها يا ولاد في شابتر اسمه ريجينيشن وجين اكسبريشن يعني ايه جين اكسبريشن؟ كنت دايما اسال نفسي هل خلايا الجلد هي خلايا البنكرياس في الدي ان ايه؟ طبعا احنا قلنا خلايا نفس الدي ان ايه؟ طب هسأل سؤال ليه خلايا البنكرياس تنتج انسولين ولا تنتج ميلانين وخلايا الجلد تنتج ميلانين ولا تنتج سؤال ممتاز انا كدكتور لان مش كل الدي ان اي بيعبر عن نفسه خلايا الجلد قررت تعبر عن جين الميلانين وخلايا البنكرياس قررت تعبر عن جين الانسولين خد بقى مفاجاه ولو احنا عرفنا طريقه علميه نخلي خلايا الجلد تعبر عن انسولين الف مبروك حلينا مشكله السكر يعني احنا ممكن نحل مشكله السكر لو احنا عرفنا ان نحفز الجينات بتاعت الانسولين في الجلد او في اي اورجن وات ايفر يعني كويس ما وصلناش على الليفر وفشلنا يعني ما عرفناش ننجح حل في خلايا الليفر وفشلنا ما انا هحكي لكم الحكايه دي يبقى دكتور مش كل الجينات بيحصل لها ايه اكسبريشن مش كل الجينات بيحصل لها ايه فالتيلوميريز عندنا جيناته بس ما بيحصلوش ايه والدليل الشيخوخه يعني ايه يعني يا دكتور الجلد بتاعي يبقى انا شاب ونضر وجميل ينقسم 30 سنه جميل ينقسم 40 سنة لطيف ينقسم 50 سنة عجوز ينقسم 60 سنة خلايا الجلد تبقى تعبانة ومكشكشة وضايعة ليه؟ قال لك التيلز وود بي لوست اسينشال جين وود بي لوست انسل ايه؟ جايز انسل ايه؟ والدليل ان يا دكتور كل انقسام الخلايا قدرتها بتبقى اضعف من اللي قبليها لان انا بفقد تيل بفقد تيل بفقد تيل المرة اللي هفقد فيها اسينشال جين الخلايا بتموت دكتور انا بدرسه ليه يعني حاجه مش يعني حاجه موجوده في الانسان مش شغاله يعني استفدت ايه؟ قال لي احنا هي شغاله في تو اورجنز بس. احنا قلنا كوميك بقى خلاص احنا اتفقنا على ايه؟ كل حاجه ناخد ايه؟ طب وعكسها اهو ماشي؟ يعني بروبلم ات از نوت ا بروبلم بقى ات از ا بروبلم فاهمين الفكره؟ هو مش موجود نوت اكسبريست نوت اكسبريست بات اكسبريست فين؟ في تو اورجنز او تو مكانين مش تو اورجنز تو سايتس. اول حاجه الجيرم سيلز يا دكتور على فكرة هو مخيفة جدا. حد فكر احنا خدنا في الانسان الميل بيعمل انقسامات ميارية كويس عشان يحصل على السبورت
يبقى بيحصل انقسامات في القسمات. بيقول لك الايجكت الواحده فيها مش عارف كم مليون 500 مليون سبورم. يعني ايه دكتور؟ بيحصل انقسام الجيرم سيلز والجيرم سيلز تنقسم. الجيرم سيلز والدليل ان احنا في جيرم سيلز من سيد ادم لحد دلوقتي عملت انقسم. سؤال هيطرح نفسه، خلايا الجلد جابت الكيل بتاعها منين؟ من قبل كده. مين قبل كده؟ الجيرم سيلز. يعني خلايا الجلد وخلايا الخلايا عموما كان عندها كيل ولا ما عندهاش؟ جابته منين؟ من التلميريز بتاع مين؟ اول حاجه انت كنت فيها كان ايه؟ جيرم سيلز. اول حاجه كان ايه؟ فالجيرم سيلز تنقسم كتير ومش بتموت. ليه؟ عندها تلميريز تنقسم كتير ومش بتموت ليه؟ حد مش فاهم ليه الجيرم سيلز بتنقسم كتير؟ قال الدكتور عشان مش بتموت ليه؟ قال لك الدكتور لان التين كل ما يصل يتطور، كل ما يصل يتطور، لكن البني ادم الطبيعي ما عندوش تلميريز مش شغال. ليه؟ من كل ما ينقسم لا مش عارف. طب الدكتور خد مفاجاه، والخلايا الثانيه كانسر سيلز. حد انبهر؟ دكتور هو لو الكانسر عباره يعني ايه كانسر؟ يعني خلايا بتنقسم بكميات رهيبه. خد بقى المفاجاه، ولو الكانسر بيتقسم بخيارات رهيبه اسينشال جين وود بي لوست اند سيل دايز وكانسر يموت نفسه. المفروض ان الكانسر ايه؟ يموت نفسه. ليه؟ لان انا عمال اتقسم فالتالي يقصر، فانقسم فالتالي يقصر، فانقسم فالتالي يقصر. المره الجايه هتقسم هيسينشال جين وود بي لوست والكانسر يبقى موت نفسه بنفسه. قال لك الكانسر مش انت عندك تلوريز شغال؟ طب ما تيجي نشغل. والكانسر يبدا يشغل التلوميريز فيبقى زيه زي الجيرم سيلز شنيع، ينقسم وشبه ينقسم ويكتر ويتشعرع وما يفرقش معاه الانقسام ولا التيل يقصر ويبقى عنده محل كشري. يبقى عندنا مكانين بيشتغل فيهم التلوميريز، الجيرم سيلز والكانسر سيلز. ادانا على خانه قوي اسكت اديله على خانه. رحنا مصنعين كيموثيرابي بيتارجت اي خليه فيها تلوميريز. عملنا علاج كيماوي. قال لك يا باشا مش الكانسر انا مشكلتي مع العلاج الكيماوي ايه؟ ان علاج كيماوي بيقتل الخلايا البشريه. طب ما ممكن يقتل خلايا انا. فالكيماوي دايما سم ليه؟ لانه بيقتل خلايا الكانسر بيقتلنا معاها. فراح بقى عملنا كيموثيرابي جديد. ما بيستهدفش الا الخلايا اللي فيها ايه؟ خد الف مبروك ضربنا الكانسر سيلز وانا ما عنديش تلوميريز عشان اتضرر اصلا. صباح الفل. فيبدا تارجت مين؟ مش هو ادانا على فرح؟ نسكت؟ نديله قفا قفايين. وراح قال لك يا دكتور بنرد على الكانسر لان احنا عملنا كيموثيرابي بيعمل اتراكتف تارجت نصه اتراكتف تارجت يعني تارجت محبب للتلوميريز نظام. بس انا ضربت الكانسر سيلز مين اقدر معاه؟ وده بيحصل فعلا. نوع الكيموثيرابي ده بيسبب عقم. نوع الكيموثيرابي ده بيسبب عقم. عشان كده بيمنعوه في سرطانات الاطفال. بيمنعوه في سرطانات الاطفال. لا والجيرم سيلز في الفيميل انت مش خدتوا جيرم سيلز. بس بس خدتوا جيرم سيلز اثناء الامبريولوجي بيتاخد بويضات تنقسم انقسامات كتير جدا لحد ما نوصل للمرحله اللي ده الريزرفوار او ده المخزن اللي هتعيش بيه طول عمرك. الفتره دي الجيرم سيلز تنقسم يعني زيك زي الفيميل. الفرق بينك وبين الفيميل ايه؟ هي تنقسم ملايين الانقسامات وتموت معظمهم. انت تنقسم ملايين الملايين الانقسامات وتسيبهم تستخدمهم. يعني جيرم سيلز موجوده في الفيميل مدى الحياه. ليه؟ ما هو موجوده في الميل مدى الحياه برضه. لا مش قصدي هي موجوده في الميل مدى الحياه بس هي بتنقسم لمجموعه الباقي. هي بتموتها. انا بتكلم على التلوميريز موجود في الجيرم سيلز صح ولا غلط؟ ميل وفي ميل صح ولا غلط؟ بس خلاص ده السؤال. هل هي موجوده في الميل وفي ميل جيرم سيلز؟ عادي. احنا فاهمين ان الجيرم سيلز موجوده في الميل وهم صغيرين في بطن الام بس. لما ايه المشكله؟ ايه يا عزيزي؟ انا قلت الجيرم سيلز دي امتى؟ ما انتش انا قلت الجيرم سيلز عموما. هي لو موجوده في الفيميل زي الميل فكده الانثى تقدر تعمل عمليه التبويض. لا يا باشا التلوميريز بيضمن لي لما يحصل انقسام الخليه ما تموتش. مش يضمن لي يحصل انقسام اصلا. فاهم الفكره؟ انا مش هو اللي بيعمل انقسام يا اولاد. هو التلوميريز جاي فين؟ رقم سبعه. كل دول اللي بيعملوا انقسام التلوميريز ده بيضمن لي لو حصل انقسام الخليه ما تموتش. لكن هو ما بيضمنليش انه يحصل انقسام. يعني الانثى لو بتعمل توقف تبويض عشان اعبره فضيل عشان هناخدها في السيل سايكل. حاجه في السيل سايكل المدير التاني ان شاء الله. لا بس التلوميريز موجود في الجيرم سيلز طول ما هي اسمها جيرم سيلز. لو اتحولت لزايجوت لا خلاص ده بقى حاجه ثانيه خالص. بقى التلوميريز يبدا وقف شغله والكلام ده. اتحولت لاوفر لا. طب برايمر وسكندري جيرم سيلز لا اسمها جيرم سيلز طول ما هي اسمها جيرم سيلز ده هيبقى فيها ايه؟ تلوميريز. طول ما هي اسمها جيرم سيلز ده هيبقى فيها ايه؟ انت فاهم المعلومه دي؟ طب يا دكتور كيموثيرابي هيمسك مين؟ التلوميريز. فبيضرب كانسر سيلز وغصب عني بيضرب معايا مين؟ الجيرم سيلز. التلوميريز من اهم الحاجات اللي بتسال فيها. اتمنى تكونوا فهمتوه. على فكره صدقوني التلوميريز ما بيتفهمش.
التلوميريز ما بتفهمش انا عارف اقول لك ايه. فانتوا فهمتوا ده انجاز انا خلاص مبسوط بحصه النهارده. فاضل حاجه اسمها دي ان ايه ريبير ورا واحده. يلا صوروا صوروا في البيت. في حاجه بس سريعة عنها عشان ما تبقاش في الكتاب وانا ما قلتهاش. اللاتنج ستراند الوكازات بتاعته بيبقى من 100 ل 200. اشمعنى المعلومه دي؟ مش من 1000 ل 2000. الحتت اللي بنفتحها في الدي ان ايه عندنا اقصر بكتير من البكتيريا. لان المساحه عندنا اضيق والكروموسومات اكتر 46 كروموسوم هناك هو 1 كروموسوم سيركل انا عندي كام كروموسوم؟ فبيبقى الوكازات كام؟ من 100 كام؟ وان انا مش بعمل الهليكيز مش بيعمل في مكان واحد ده بيعمل مالتيبل ريبليكيشن فور. يعني ايه؟ يعني انا مش بفتح الدي ان ايه في مكان واحد ده انا بعمل ايه؟ بصوا كده على الدي ان ايه ده هنا فورك وهنا فورك وهنا فورك. يعني ايه؟ يعني انا بمسح الدي ان ايه مش من مكان واحد. هناك كان اوري سي لكن في الايوكاريوتس ده لينير مش من اي مكان ده لينير من كذا مكان. فاهم الفكره؟ يعني انا بعمل هنا نسخ وهنا نسخ. يا دكتور طب ده نسخ ده هينسخ كده وده هينسخ كده وده هينسخ كده وده هينسخ كده ويقابلوا بعض وده هينسخ كده وده هينسخ كده وهكذا تحت فوق لحد ما يقابلوا بعض. عشان كده يبقى الصدقيه اسرع. احنا بننسخ 46 كروموسوم من مكان واحد عشان نخلص عمرنا. وقفل الفيديو صور. قال لك يا دكتور انا عندي مشكله. ما هي المشكله؟ قال لك يا دكتور تصليح الدي ان ايه الدي ان ايه ريبير. دكتور ما بيحتاج اصلح دي ان ايه ما هو من الاخر كده احنا نعمل بروفيدنج اكتيفيتي ما نغلطش خالص زي الفل طلع الدي ان ايه ما نصلحوش. قال لك لا اولا بروفيدنج اكتيفيتي مهما كانت مش هتبقى كامله. حلو؟ مش هتبقى كامله. ولو كامله يا باشا انت بتعرض الانفايرمنت اشعاعات. الموبايل اللي بيصور طلع اشعاعات عليه. اللمبات اللي شغاله بتطلع اشعاعات. خدوا بالكم التكييف ده الهواء البارد ده محمل بشحنات كهرومغناطيسيه اشعاعات. خد بقى المفاجاه. وكمان انت بتروح تعمل اشعه اكس راي وسي تي باكسور تروح تعمل اكس راي مش عارف ايه. طب بتروح متعرض لعوامل كيميائيه برضه كلور بس انت ايدك بكلور بس تموتي بقى خلاص ايدك دي هتشل مع اكيد. لا يبقى دكتور اي تغيير في الدي ان ايه مش شرط يعمل ميوتيشن مش شرط يعمل طفره لان انا عندي ميكانيزم اوف دي ان ايه بيقول لك تقريبا كل 30,000 نيوكليوتيد ده بيحصل غلط في نيوكليوتيد وبنصلحها. خد بالك بقى كل 30,000 بيحصل ايه؟ غلطه في واحده وبدنا نصلحها. بنصلحها ازاي؟ عن طريق الريبير بيتا. الدي ان ايه بوليمريز بيتا. بيتا ريبير. قال لك يا دكتور لو انت عندك صاحب دكتور مين؟ ربيع. ربيع يلا يا ربيع. لو انت عندك صاحب خان وباع اول حاجه هتعملها معاه والله ما بهرب ها يلا عبد الله ها ايوه الله ينور. قال لك اعرف صاحبك وعلم عليه. اعرف صاحبك مش الصحب مش قانون صحبيه بيقول لك اعرف صاحبك وعلم عليه. قال لك يا دكتور لو عندك مشكله في الدي ان ايه اول حاجه تعمل ريكوجنيشن اند كات. اقسم بالله كتاب كاتب كده تعرف مكان الغلطة وتعمل عندها قط. تعرف الغلطة وتعلم عليها. اعرف صاحبك ايه؟ علم عليه. طب بعد ما عملت الخطوة دي الخطوة اللي بعديها هي ربيع. خلاص انت عرفت صاحبك علمت عليه وعرفت انه خاين. قال لك انه ما بيذاكرش وطلع مقفل وحال البصمة كلها. ماشي؟ فاهم؟ ايوه اطلعه بره حياتي. قال لك هريموف. هريموف ايه؟ هاكسايز هشيل بالاكزونيكليز ايه؟ هشيل بالاكزونيكليز النيكليوتيد البايظه. هريموف الليجن. الليجن يعني الحته البايظه. يبقى هريموف ليه؟ يبقى صاحبي عرفته وعلمت عليه قبل كده شلته بره حياتي. انت دلوقتي من غير صاحب. قال لك انت هتجيب ايه؟ فين الدجاب؟ الا الفراغ اللي عندك. انت عندك فراغ ناقص. فين ايه؟ دجاب. بس يعني صراحة لما انت مليت الجاب مليت الفراغ لقيت ان مفيش بينكم لغة تواصل فتعمل ايه؟ نعمل لغة تواصل. مفيش لغة تواصل نعمل ايه؟ قال لك نعمل ليجيشن. موصل بقى بيننا وبين بعض ليجيشن تو انز. تاني خطوات الدنيا اللي بين قانون صحوبية. اول حاجة بعمل ريكوجنيشن للمشكلة واعمل عليها قفز. بيجي اكزون كليز يريموف الليجن يشيل الحته البايظه. وبعد كده يجي بوليمريز يفل الدجاج. وبعد كده يجي اللايجيز يعمل لايجيشن للانتس. ما احنا عمالين نعمل جاب كويس. طب انا عايز احفظها للدكتور في اربع خطوات. اعرف صاحبك علم عليه شيله بره حياتك ابن الفراغ اللي عندك اعمل وسيله تواصل بينك وبينه. دي قانون صحيح. اتفقنا؟ قال لك يا دكتور الدي ان ايه ريبير
لو باظ يعمل ديزيزز. سبحان الله. لو قعدت اقول لكم يا اولاد خليها بعد ما نقول الديزيز، خلينا نقول بعد ما نقول الديزيز. اسماء الديزيز سهله وبسيطه وما فيهاش حاجه. قال لك اول ديزيز اسمه زيروديرما بيجمنتوزا. بيجمنتوزا. وكل الديزيز اللي في البايو احنا حفظها كلها. ايوه طبعا. ما بيتنسيش ولا فيها اصلا. زيروديرما بيجمنتوزا، الديزيز الثاني سهله. فيرنر سندروم. هو ده لما بلاقي جزيز بعدي بقول حته مش الدنيا. ده هو اللي بيتسال فيه. وانت قعدت تطلع من الامتحان تقول لك يا دكتور الامتحان جاي في الحته اللي انا سايبها عارفها منين؟ عارفها عشان انت بتستصعبها. استصعبهم بصراحه بتبقى رخمه مش بعرف خالص. الزهايمر وماكنسونز. لا ده طب مثلا دول اللي هو ما هو زي ضربة بكمنتوس اسمه سهل. فيرنر سندروم اسمه ده التاكسيا تنجلاكتيجيا. لا التاكسيا تنجلاكتيجيا. اوعى يغرك من انا بقولها كده. انا قعدت في قدام المرايه ده ما بيجيش اتاكس في الجيتيشن بره صدره قبل ما انا جاي في السيرفيس زي ده ما بيجيش. لا 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 صراحه ما عملتش الكلام ده. انا حافظها من زمان يعني السنه اللي فاتت قعدت اعمل حركه المرايه مش السنه دي. كويس. قال لك يا دكتور اسماء ثلاث امراض زي ده ما بيجيش اتاكس في الجيتيشن وفيرنر سندروم. تعالوا ناخد كل ديزيز ونتكلم عليها. قال لك دكتور الزيرو ده ما بيجيش عباره عن ديزيز مشكلته ايه؟ مش عارف تحفظ الاسم خلاص. انت تشد عليه فيها اكس فيها درجه وفيها بيجمنتوزا ماشيه يعني الدنيا امسك يوم يعني صباح الفل يعني. كويس. قال لك يا دكتور المرض ده بيبقى العيان عنده الدي ان اي استخدام واحد. عارف اللي هو استخدام طبيعي؟ عارف اللي بيقول لك البلاستيكه ديت استخدام واحد؟ الدي ان اي عنده استخدام واحد ثاني. اي ميوتيشن فيه ما بتصلحش، اي غلطه فيه ما بتصلحش. تخيل بقى الراجل ده لو مش في الشمس طخ 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 الدي ان اي باظ. الراجل اللي عنده دي ان اي استخدام واحد فيري سنسيتيف تو راديشن مش عارف. خد بقى مفاجاه العيان ده بيبقى جسمه مرشح جميع انواع السرطانات. الراجل ده سكين كانسر. الراجل ده بيجي لنا عياده جراحه. طبعا هو حد نادر جدا انا ما شفتهاش في حياتي ولا مره بس حكيت لنا من دكاترتنا بتوع جراحه في المستشفى الجامعه كانت تاني. الراجل ده دخل لنا المستشفى الجامعه مره واحده في يوم مره واحده. عايز تدرس اي نوع كانسر استمرنا السيل كانسر اي نوع هتدرسه عليه ليه؟ عنده جميع انواع الكانسر ليه؟ اي حته الدي ان اي باظ فيها يا الخليه تموت يا تقلب كانسر ما عندهاش حاجه تاني. خليه تموت تلاقي جسمه مرشح. اكتبوا على جوجل زيروديرما بيجمنتوزا واتفرجوا على الصور. قال لك ايوه شايف الجمال؟ شايف الجمال؟ شايف الجمال؟ اهو. كويس؟ ما هو جمال طبي ان انت بتشوف حاجات غريبه فاهم؟ الراجل ده ماله؟ الراجل ده اتشال نعمه واحده بس من عند ربنا دي ان اي ريبير. لو انا قعدت اقول لك احصي نعم ربنا مستحيل هتيجي في دماغ الدنيا ريبير اصلا يعني. اقول لك ايه نعم الله لا تحصى. طب انا احصيها السمع البصر مش عارف ايه خلاص بقى خلصت في دي ان اي ريبير انت كنت ناسيه ما ذاكرتوش اصلا. كويس. فنعم الله تحصى من حاجات يا دكتور ان الدي ان اي عندي بيتصلح لوحدي الدي ان اي ربنا خلقهولي بس سابني ما بيتصلحش. قلبت الحاله دي. الحاله دي خدوا بالكم لو اتكسر لو وقع اتكسر مش هعمل له اكس راي هصلحه عجلاني. هوديه اعمل له اكس راي ازاي؟ لو عنده اكس راي تيده تتشوي. تخيلوا بس الحاله اللي هو فيها. الراجل ده ما ينفعش يخش اكس راي، ما ينفعش يخش جهاز اشعه مقطعيه، لو جاله كورونا ما هنتخيل فاهم؟ هنتخيل سويا. يا دكتور طب انا عايز اعمل اشعه ما ينفعش، انا لو عملت اشعه اكس راي ما عندوش دي ان اي ريبير. يبقى عنده دكتور مصر سكين كانسر. ده بيبقى في حاجه الوراثه ولا طفره حصلت مش ازاي ولا يعني ليه هو كده؟ هو ما عندوش دي ان اي ريبير، الانزيم الخاص بالريبير باظ. انزيم واحد هو مولود بيه ولا هو بيبوظ؟ مولود بيه. مولود بيه ده. كويس. سكين كانسرز وايه تاني؟ وسنسيتيفيتي للراديشن تحسب الضوء. وحاجه اسمها بريماتيور ايجنج. بريماتيور ايجنج يعني شايفوها بدري. شايفوها بدري يعني بيحصلوا شيخوخة بدري منطقي. هو عنده ريبير هيبدا يوصل لمرحله الايه؟ الشيخوخه ايه؟ بدري. قال لك دكتور بيرنر سندروم خلصنا ايه؟ ها؟ هيوصل شهر؟ طب يعني ناخد اخر خمس دقايق هو كده مش هنا. قال لك يا دكتور انا عندي حاجه اسمها فيرنر سندروم. عنده حاجه غريبه جدا. عنده بريماتيور ايجنج وريتارد جروث. عنده شيخوخه مبكره وتاخر نموها.
والله ما تشوف كتير بريماتور انجينج وردات بروس ازاي كيف اقنعني ازاي بريماتور انجينج وردات بروس ازاي تاخر في النمو وشحوخه مبكره يعني ايه هاو حد يقدر يقول حد يقدر يقول يلا الكلام 2 جنيه ها شوف معايا فكره كام معايا 4 جنيه 2 جنيه ده 2 جنيه اللي جاي ها لا خلاص بقى خلاص بقى ما تحرقش عليهم اقول يا دكتور قال لي دكتور تاخر النمو الراجل ده عنده تاخر في كل القدرات العقليه والجسديه يعني الواد بيحكي عن سنه وهو ما بيحكيش الواد بيمشي عن سنتين وهو ما بيمشيش الواد بيضحك عن 6 شهور وهو ما بيضحكش على فكره الرياضه بتقول تاخر في النمو في نفس الوقت الشكل العام بتاعه ايجنج يعني ايه ايجنج جلده مكشكش ومش عارف ايه وبتاع عنده بريماتور ايجنج وفي نفس الوقت ايه ينفع الاثنين على فكره على فكره مش متعارضين خالص تاخر من جوه بس عارف لو بقول لك ايه هو من بره كبير بس من جوه ايه صغير بس من جوه ايه هو من بره كبير بس من جوه ايه يبقى بريماتور ايجنج وانا تردد جروث اخر حاجه اتاكسيا انجلتيشيا ومحدش يقول لي انطقها تاني قال لك يا دكتور الاتاكسيا عباره عن موت عنده موتور بروبلمز عنده موتور بروبلمز وعنده سنسيتيفيتي للايونايزنج راديشن ايونايزنج الاشعاع الايونايزنج زي مين؟ اكس راي الترا فايلوت راي جاما راي اي حاجه احط اخرها ليه يطلع ايونايزنج راديشن كويس اكس راي جاما راي جاما راي دي بتاعت هالك كويس مش بنستخدمها الا في المعامل يعني عارفين هالك الاخضر الراجل الاخضر الراجل الاخضر تعرض لنوع من انواع الاشعاع تحول لراجل اخضر هي جاما راي ماشي وفي بقى اللي هي الالترا فايلوت راي اشعه حطها ايه؟ بنفسجيه انت مش عارف هالك خلاص انت بتذاكري لا كوميدي حقيقي احنا لو اتعرضنا لجمر ايه هنعمل دي انمي هو لو اتعرض لجمر ايه هيبقى عنده مشاكل هل كده بقى في عالم مارفل ان شاء الله لما اروح مارفل هناك ماشي لا لا خير كده ان شاء الله خلصنا حصه النهارده في الفيديو خلصنا 3 مرات والحمد لله خلصنا الشابتر الابلكيشن كله في وقت قياسي على فكره